أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب امراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتساله السؤال: انت محتاج الزوج في حاجه؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العمليه هناخد منه العينه. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه اي حاجه غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية يبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايما معنا. سلام. أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، واحد من أهم ضيوفنا اللي بنسعد وبن يعني بنبقى منتظرين هذا اللقاء بشكل فيه شغف علمي كبير. هبدأ حواري في عالم تأخر الإنجاب بنقطة مهمة جدا، إنه دور الطب النفسي ودور التأهيل النفسي والتعامل النفسي مع الزوجين مع الكابلز اللي جايين يعالجوا مشكلة تأخر الإنجاب دور كبير ومهم للغاية. الطب النفسي مش بس دكتور نفسي مباشر، يعني دي ممكن نحتاج لها في بعض الأحوال عندما يكون في هاجس أو هوس بشيء معين أو نوع معين من الأمراض النفسية مرتبط بالعلاقة الزوجية مثلا، أشياء كثيرة في الطب النفسي في هذه المنطقة المحترفين يتحدثون عنه بالتفصيل أفضل مني، لكن أنا بتكلم على معالجة التوتر النفسي في مجتمعنا العربي مجتمعنا الشرقي عموما. تأخر الإنجاب الزوجين بيبقوا تحت ضغوط عصبية، وفي مناطق معينة في مصر الحبيبة الموضوع بيتزايد ويتفاقم أكتر من مناطق أخرى، يعني في الريف في الصعيد في مناطق معينة في حتى في بحري، كلما كان المنطقة أقرب إلى الشعبية كلما كانت الضغوط النفسية من الأهل أكبر. وهنا ينبغي أن نفهم أن الضغط النفسي تأثيره سيء جدا على الزوجين الراجل والست في إحداث حمل طبيعي وإحداث طبعا أو مرور بتجربة الحقن المجهري المرهقة في حد ذاتها من الناحية النفسية. وإن كان حواري على الرجل اليوم، لكن أنا بقول إنه الطب النفسي مهم جدا 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 اللي بيقوم بيه في معظم الأحيان فريق العمل الطبي المتخصص في علاج تأخر الإنجاب عند النساء أو الذكور. حوارنا النهاردة هيكون ممتع للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء وتأخر الإنجاب بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا بحاجة كريم. الناس الراجل بيجي متوتر والست طبعا، هما طبعا الاثنين اكيد متوترين بس هي ست بتكون متوتره اكتر. هي النقطه بقى السخيفه في الموضوع ان الراجل بيكون خواف اكتر. ايه ده؟ الراجل المفروض يعني هو الشخصيه القويه الحموله ال 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 ال
بس لما نوصل عند مرحلة تأخر إنجاب الخوف بيتملك الراجل أكتر من الست. وعنده بيتملك بالظبط. يعني ما تقول له هعمل مثلا عينة من الخصية. تمام. لا أنا افتكرت هتقول لي عنده حق إن هو لما حد يقول له إن قدرتك على الإنجاب فيها ضعف. أنا بتكلم على الخوف. ما أنا بتكلم. ماشي ده خايف دي مش خوف. إن حد يقول له كده إن هو إن, إن إن أنت ليك علاقة بتأخر الحمل، إن الحالة اللي فيها الحيوانات المنوية بتاعتك ليها دور في عدم حدوث الحمل عند زوجتك. هو طبعًا أكيد يخاف إن هو يتقال له الكلام دوت لأنه بيمثل عبء نفسي ليه، لأنه المفروض الراجل هو الأقوى، هو اللي بيقود البيت القائم دوت. الخوف من كده خوف اكبر بقى غير مبرر. انا بصراحه يعني متضايق ان انت قلت عنده حق، ان انا لما اقول له هاخد حيوان منوي من الخص يقول لا والله عنده حق، مقربش من الخص. هو يعني ده شغلكم، لكن عنده حق. هو زي شغلنا لما بنيجي نكتب انسولين لعيان بيبقى واحنا نقعد نستغرب، يعني اقعد ابص له كده هو وزعلان ليه انه ياخد انسولين. بس فعلا لما بدات اتقمص شخصيه المرضى، لا شيء مزعج ان انا اخد شكه وكل يوم ثلاث مرات برضه عينه من الخصيه، لا شيء مزعج جدا. تمام. احنا النهارده مش هنتكلم عن انت عايزني اجيب لك لا 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 خالص هي فيري سيمبل بروسيدر. انا عارف التقدم الموجود عندكم ما شاء الله، الميكروسكوبات وحاجه بقت يعني ومش هتكلم عنها دي كمان، ده هنتكلم عن حاجه ابسط من كده. ابره فاين نيدل اسبيريشن، فاين نيدل اسبيريشن، فاين يعني حاجه صغيره خالص، نيدل ابره اسبيريشن سحب. هسحب ايه؟ هسحب 15 20 حيوان منوي من الخصيه، اضمن ان جودتهم حلوه واضمن ان نواتهم حلوه، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، اللي هو مش الحيوان المنوي، مش راس الحيوان المنوي، ده هنتكلم عن النواه اللي جوه راس الحيوان المنوي وعلاقتها بتاخر الحمل عموما وعلاقتها بنسب نجاح الحقن المجهري خصوصا. لما نيجي النقطه دي تاني، لما نيجي لموضوع الابره دي تاني هنثير الموضوع ده تاني. وارجوك ساعدني ساعدني ان احنا نقنع الرجاله ان الابره جاب لك. والله ما جاب لك. يعني انت كده يعني بص اصل انا لو يعني انا ماشي ساعتها ربنا لا بقول ده فيري سمبل بروسيدر، يا ده انا كل يوم عادي ممكن. خلاص ان شاء الله لما نيجي للسؤال بتاع الابره ده. ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه والقيمه العلميه المتميزه دكتور محمد يسري، مدرس طب وجراحات امراض الذكوره والتناسب بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، استشاري امراض الذكوره وعلاج تاخر الانجاب للذكوره بمراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. دكتور محمد بيه منورني وسعيد جدا بزيارتك مشاركتك يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انت اكيد سمع يعني الدكتور هشام بيتكلم في منطقه مهمه. خليني اقول لك الصعوبه اللي بتجدها عندما تطلب النوعيه دي من التحاليل، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، تكسير الماده الوراثيه لراس الحيوان المنوي، هذه الجمله المخيفه حقيقه. هو الماده الوراثيه الاصل فيها اللي هي موجوده في نواه راس الحيوان المنوي، الاصل فيها انها بتبقى تكون صلبه، بتبقى كومباكت. لكن الماده الوراثيه دي ممكن تتعرض لحاجه اسمها عوامل اكسده، عوامل الاكسده دي ممكن تؤدي الى تفتت في الماده الوراثيه. طيب تحليل السائل المنوي او السائل المنوي الطبيعي مسموح فيه بنسبه تكسر او نسبه تفتت في الماده الوراثيه، بس مش مسموح ان النسبه دي تزيد عن حد معين، لان طبيعي ان السائل فيه عوامل اكسده، طبيعي بيكون فيه بعض التفتت في الماده الوراثيه في نواه راس الحيوان المنوي، لكن مش مسموح ان هي تعدي نسبه معينه، ولو عدت النسبه المعينه دي ممكن تؤدي الى لو احتاجنا حقن مجهري تؤدي الى عدم نجاح الحقن المجهري، فشل في الحقن المجهري، وممكن حتى في الحمل العادي ممكن تؤدي الى الاضهاد المتكرر. السؤال الثاني، هل الصعوبات في ابلاغ المريض بالانفستيجيشن بالطلب ان احنا نعمل له مثلا فاين نيدل اسبيريشن او تفتيش او ميكروسكوبيك اكزامينيشن ل، هل ده بيقابل برياكشن عامل ازاي في الثقافه؟ يعني خلينا قبل السؤال ده نقول ايه هي العوامل اللي ممكن تؤدي الى زياده معدل التكاثر او اللي بنسميه دي ان اي فراجمنتيشن اندكس.
في اسباب مهمه جدا ممكن تؤدي الى زياده معدل التكسر، اهمهم طبعا وجود دوالي الخصيه بدرجه عاليه. دوالي درجه عاليه بنتكلم ان هي الدرجه الثالثه اللي هي اعلى درجات الدوالي، في بعض الحالات الدرجه المتوسطه اللي هي الدرجه الثانيه. طيب ايه الاسباب الاخرى؟ وجود صديد، وده كنا اتكلمنا عنه قبل كده في السائل المنوي، ده برضو بيؤدي الى زياده عوامل الاكسده، بيؤدي الى زياده معدل التكسر في الماده الوراثيه. والتدخين، والتدخين برضو اتكلمنا عنه كتير ان هو من اهم العوامل برضو اللي بتزود عوامل الاكسده وبتعلي من معدل تكسر الماده الوراثيه. يعني السؤال، اذا هذا السؤال هاجله لك كمان شويه، لانه السؤال ده واضح ان انتوا بتتهربوا مني في الاجابه عليه. بالعكس بالعكس، احنا يعني هدفنا النهارده ان احنا نبسط الامور للمريض ونعرفه ان هو اجراء بسيط، وان هو المفروض ما نخافش منه، ان هو في معظم الاحيان او في كل الاحيان تقريبا ما بيحصلش منه اي مشاكل. التكسر الماده الوراثيه كلمه مزعجه طبعا كده؟ اكيد مزعجه. والنقطه ان تشخيصها محتاج تحليل معين مختلف عن تحليل السائل المنوي العادي. تاني، راس الحيوان المنوي، النواه اللي داخله، النواه دي سليمه ولا مفتته متفتفته، حته واحده ودي السليمه ولا متفتفته اللي هي المتكسره، ده لازم له عشان يتعرف تحليل سائل منوي مختلف عن تحليل السائل المنوي العادي. واحنا واخدين منهج في مراكز الرياضه الخصوبه والصحه الانجابيه ان اي حاله تاخر حمل الزوج عنده مشكله بنعمل له تحليل تكسر الماده الوراثيه اللي في راس الحيوان المنوي اللي احنا بنسميها دي ان ايه فراجمنتيشن تيست، تيست اختبار فراجمنتيشن تكسير، والدي ان ايه الماده الوراثيه اللي جوه راس الحيوان المنوي. ليها نسبة انها ممكن تكون مكسرة، ليها نسبة ال 15% ده طبيعي، يعني كل 100 حيوان منوي لو 15 منهم نواتهم مكسرة ده طبيعي. من 15 ل 30 دي المنطقة الرمادي الجري زون اللي هو لا اقدر اقول عليه طبيعي ولا اقدر اقول عليه سيء، لكن فوق ال 30 ده اسمه كريتيكال ليفل، يعني المستوى المقلق كريتيكال الحرج الخطر الحرج الخطر اللي هو معاه نسبة عالية من تأخر الحمل، نسبة عالية من الإجهاض المتكرر. يا نهار أبيض، يعني الزوج ممكن يكون سبب إن الحمل بتاع مراته ما بيكملش. الزوج ممكن يكون سبب في إن مراته لما تيجي تحمل بيحصل لها إجهاض متكرر، أيوة بسبب نواة الرأس الحيوان المنوي اللي فيها تفتت أو تكسر، ويكون سبب في عدم نجاح الحقن المكهري. يبقى التحليل ده مهم؟ التحليل ده مهم. يبقى هو سبب في تأخر الحمل، هو سبب في إجهاض متكرر، هو سبب في فشل الحقن المكهري. يبقى التحليل ده مهم؟ ايوه طبعا مهم، ونعمله عشان نتأكد ان نواة راس الحيوان المنوي عند هذا الزوج طبيعية. دكتور محمد اتكلم عن الأسباب اللي بتؤدي الى تفتت نواة راس الحيوان المنوي، اتكلم عن التشخيص، وانا اكدت على التشخيص ان في تحليل اخر مختلف عن تحليل السائل المنوي يتعمل برضه في معامل الذكوره، لان طريقه الفحص بتاعته مختلفه عن المعامل العاديه. بس لما نيجي نتكلم عن العلاج نشوف دكتور محمد هيقول ايه، كيف نعالج او كيف نتفادى او كيف نتعامل مع حاله اوريدي جت عندها تكسر في الماده الوراثيه في الحيوان المنوي. بالظبط، احنا اول حاجه المفروض نشوفها هي الاسباب. لو في سبب واضح لزياده معدل التكسر لازم نعالجه الاول. يعني لو في دوالي موجوده بدرجه عاليه اللي احنا قلنا اللي هي الدرجه الثالثه او بعض الاحيان الدرجه الثانيه، الدوالي دي لازم تتعالج الاول. طبعا الدوالي احنا عارفين ان هي تمدد في الاورده اللي بتاخد الدم من الخصيه، ونتيجه تمدد الاورده دي بيحصل ارتجاع وركود في الدم حول الخصيه، وده بيضر الخصية بأساليب كتيرة، بس أهمها زيادة درجة حرارة الخصية وزيادة عوامل الأكسدة اللي برضو بتأثر على معدل التكسر. طيب الدوالي ملهاش علاج دوائي، الدوالي حلها الأمثل هو تدخل جراحي. تدخل جراحي إزاي؟ عن طريق فتح جراحي وباستخدام الميكروسكوب. الميكروسكوب ده مهم جدا في جراحة لربط الدوالي، لأن أولا إحنا محتاجين
تكبير عالي جدا علشان نقدر نفصل الاورده اللي فيها الدوالي عن الشريان المغذي الخصيه اللي بنحافظ عليه علشان الخصيه ما تتضرش وما يجيش معانا في ربط الاورده. والحاجه الثانيه كمان عشان نحافظ على الاوعيه الليمفاويه اللي برضو لو تم ربطها بالخطا ممكن تؤدي مشاكل زي القيلة المائيه. فده بالنسبه للدوالي. طبعا الحاجه الابسط اللي هو لو في التهابات او صديد لازم نعالجها الاول، وكما زي ما قلنا قبل كده ان احنا ممكن نلجا ليه ان احنا نعمل مزرعه للسائل المنوي علشان نقدر نحدد المضاد الحيوي والعلاج المناسب لهذه الحاله. والحاجه الاخيره طبعا اللي اتكلمنا عليها اللي هو التدخين، ان احنا نحاول نتجنب التدخين تماما خاصه قبل الحمل المجهري وعموما عشان نحافظ على السائل المنوي على معدل التكسر. عظيم. هو في سؤال يعني درامي بيفرض نفسه، هل الرجل يمكن بقله ثقافته يساهم او يؤدي الى فشل قصه مهمه في العلم اسمها حقن مجهري؟ للاسف يعني هو بخوفه الشديد بتقصيره بعناده ممكن يضر نفسه ويضر زوجته، خوفه من البروسيدر نفسه الإجراء. ويضر الاجراء اللي هم هيعملوه ويضر نفسه وهم هيعملوا اجراء زي ما قلنا مش بسيط لا صحيا ولا ماديا ولا نفسيا. فحرام ان هو حاله عندها او زوج وزوجه عملوا 3-4 مرات حقن مجهري وما حصلش نصيب، والراجل عنده مشكله واضحه في نواه راس الحيوان المنوي، ولازم نوصل لحيوان منوي راسه سليمه شكلا ونواته سليمه. وعشان اوصل لنواته السليمه في هذا الرجل اللي عنده نقص شديد في عدد الحيوانات المنويه وضعف شديد في الحركه الاماميه، يبقى انا ما قداميش الا بروسيدر او طريقه واحده بس، ان انا ابره باخد بيها الحيوانات المنوية، إجراء بسيط جدا ما باخدش أكتر من 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، والموضوع خلص على كده، ويبقى أنا ضمنت إن أنا خدت حيوانات منوية شكلها من بره سليم ونواتها سليمة. نعمل الحقن المجهري يبقى بمشيئة الله نسبة النجاح عالية جدا جدا جدا. أنا فهمت دلوقتي تعبيرك في الأول إنه كثير جدا في حالات الحقن المجهري ما تكون المرأة أكثر جرأة في اتخاذ قرارها، أكثر شجاعة في التعامل معها. خلينا واضحين في التعامل مع الالام المشاكل الصحيه اللي ممكن تبقى مصاحبه لاجراءات الحقن المجهري من رجل يخاف من اجراء قد يكون بسيط. ليس في الحقن المجهري اي شيء يعني يكون حمل صحي على الرجل، الاحمال الصحيه كلها بتكون على المراه. ده اللي انا فهمته من الكلام ده حقيقي. صح كده. انت نورتنا كالعاده وأبهرتنا في حوار ممتع للغايه. والدكتور محمد يوسف بس معلش سؤال، يبقى كده الاجراء البروسيدر ده سهل ولا صعب؟ لا سهل. يبقى نشجع الرجاله ولا ما نشجعوش؟ نشجعهم الحمد لله. نحقق وده لان ليه؟ اجراء مكلف مهم، العلم الهدف في الاخر، المراه دفعت من صحتها ومن فلوسها ومن وقتها ومن مش عارف كل ده، وبعدين يجي الراجل يخلى بالموضوع عشان خاطر اجراء هياخد 15 دقيقه بلا ادنى مشاكل ولا مضاعفات. لا يبقى انت ليك حق طبعا. تسلم. التعبير. اشكرك دكتور ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، وضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد يسري. نورتونا وشرفتونا، ونروح نشوف التجارب الجميله في مركز الرياض. خليكم مع الناس الحلوه. مصطفى سعيد، انا من فيصل، انا بقالي 7 سنين متجوزه، اتجوزت وبعد سنه من جوازي ما حصلش حمل، فروحت للدكتور كان عندي كيس على المبيض، عملت منظار بطني وشلته، كان في مشاكل في الانابيب فقفلتها، وبعد كده رحت عملت حقن مجهري وما حصلش نصيب، فروحت للدكتور تاني وعملت برده حقن مجهري برده ما حصلش نصيب، رحت برده لدكتور تالت وعملت حقن مجهري والحمد لله ربنا كرمني، بس يعني ما كملش الحمل، نزل في الشهر الثاني. انا اجي هنا مركز الرياض، بداوا معايا العلاج وعملت تحاليل انا وجوزي بس، وعملت عمليه الحقن المجهري بعد كده، الحمد لله ربنا كرمني. اللي هنبدا الاول نعمل منظار رحمي، بعد كده بعد ما عملنا المنظار بدأت عملية سحب البويضات، وبعد كده عملت ترجيع للأجنة، وجيت بعد كده عملت أول سونار حمل والحمد لله رب العالمين. مركز
مركز الرياضة عجبني فيه دقة في كل حاجة، النظام، الخدمة هنا بصراحة ممتازة. قسم العمليات في مركز الرياض خدمة فيه ممتازة، ناس محترمين جدا، تمريض بصراحة ناس محترمين. فرحانة جدا طبعا، الحمد لله، احساس حلو جدا. جوزي كان فرحان جدا او ما سمع خبر الحمل، الحمد لله. الاسنان شيء مهم جدا، وعالم الاسنان عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا، انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط، ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الاسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه بالعقل اللي رايح مسافر ده، مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الأسنان، بس في معتقدات خاطئة كده في دماغ الناس فيما يتعلق بالأسنان، في منها معتقدات مش هتضر قوي ولا هتفيد قوي، بس نغيرها نصحح. يعني في حاجات مثلا يعني في ناس بدأت كانت تهتم شوية كده في وقت من الأوقات انها تشتري فرشة، الناس اللي معها فلوس تشتري فرشة اسمها الفرشة الكهربية. الفرشة الكهربية دي طلعت يعني أونطة، ملهاش قيمة كبيرة، الفرشة العادية أحسن مليون مرة منها. الفرشة الكهربية ده نوع من أنواع التقنيات الحديثة اللي بتساعد على غسيل الأسنان، بس بتعمل حاجة بتغسل أكتر؟ لا خالص، ده بالعكس، ده في ناس قالوا إن ضررها أكتر من نفعها، لأن أنت مش تتحكم قوي في قربها من اللثة، ممكن تقرب من اللثة وتضر اللثة وتعمل فيها مشاكل وفلوس رايحة على الفاضي. الفرشة العادية أحسن بكتير. برضو ناس كتير كانت رايحة للتبييض الأسنان، تروح تجيب مواد البيكربونات وتقعد تبيض في السنة، لقوا ان دي مضرة وبتعمل مشاكل، لازم التبييض يكون تحت اشراف طبي وبطريقة علمية. برضو من الحاجات اللي كانت معروفة في دماغ بعض الناس ولغاية دلوقتي الناس بتعملها، ان انت تمسك الفرشة وتغسل قوي وتجيب فرشة هارد، عشان يعني زي بالظبط المبدأ، يعني الارضية بتاعت البيت عندك لما بتمسك فرشة وتقعد تتعك في الارضية جامد قوي كده بتنظفها، سنانك بقى زي الارضية بتاعت زي البلاط بتاع الارضية. طبعا ده طلع مضر ومخيف جدا وممكن يضر اللثة ويضر الأسنان بشكل كبير جدا. برضو في ناس كتيرة كانت بتغسل سنانها عمال على بطال، يعني كل شوية فاضية مغسل سناني. في ناس موهومة بكده، لا، غسيل السنان له توقيت بعد الأكل، بعد الأكل ده مهم قوي. الخلة شيء خطير جدا 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 ويسبب مشاكل عنيفة، وغيرها من المعتقدات. في معتقد جبار برضو قوي، في ناس عندها جير سايباه تقول لك ده بيسبورت السنان، ده مش معتقد، دي تخريفه، ده ما ينفعش نقول عليه معتقد. دي حد كان بيشرب مخدرات
وطلعت في دماغه الفكره دي، فبدا يكتبها في كتاب المخدرات جنبه، وبدا يصدقها وبدا ينقلها، يقول لك ده الجد ده هو اللي ماسك سناني، فما يجي انضفه سناني هتسيب. ده حتى ثابت بعد ما خلعته ما شلت الجيل اخر مره، صح ولا لا؟ هو ده السؤال اللي انا هبدا بيه مع ضيفتي العزيزه التي تبدا دائما والحقيقه تسرينا بمعلومات قيمه للغايه وحكايات، وخصوصا بقى ان في الفتره دي احنا يعني عاملين كده التندنسي ان احنا نقول برنسبلز، نقول مبادئ الاسنان، ما نتكلمش في عمق قوي، بنهدي اللعب شويه عشان نجيب الناس اللي ما ذاكروش معانا من الاول يشتركوا معانا، عشان في الموسم الجديد نبدا ننشط لهم ثقافتهم حول الاسنان. ضيفتي العزيزه المبدعه الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، اهلا بيك دكتوره. اهلا دكتور ايمن. ايه الشياكه دي؟ ربنا يخليك. والله العظيم شياكه. والله العظيم شكرا. وليه حكايه الجير دي؟ انا سمعتها منك على فكره. بص، موضوع الجير وبيثبت، واول ما والله ويجي المريض يقول لي منه لله الدكتور اللي شال الجير لخلخ لي كل اسناني. يا فندم ده تثبيت كاذب، زي بالظبط ما حضرتك تجيب سلك تمسك بيه مثلا شجرتين جنب بعض، مش هيمسكوا ابدا، مش ممكن. هم اصلا الاساسات فكت، الجير ما بيثبتش، الجير بيدي احساس بالتثبيت لكن هو مش بيثبت الاسنان في بعضها. انت اكيد بتشوفي بقى في الارياف، والمشكله ان الناس الارياف العربيه مثلا بابها بايظ خالص وبتاع، فعاملينه بسلك كده بالظبط كده. هو والله ما ثبته، والله هو ما ثبته ولا حاجه. اي مطب لو زينا هيقع بالظبط. هو فعلا اي مطب بيقع، وبس ما بيقعش بقى لوحده، بياخد الاربع اسنان الاماميين مع بعض. السته الاماميين مع بعض. ليه؟ لان ده بيعمل زي العدوى، ده بيأثر على ده بيأثر على ده، فبتلاقي ان انت ما بتفقد اكتر من سنه، 2 3 4 عدد كبير. الجير دوت حاجه في منتهى السهوله علاجها، بس المشكله كلها بتبقى موجوده في education، في طريقه تفكير شعب. الناس ما زال عندها اعتقاد ان انت تروح دكتور الاسنان دي رفاهيه او معاك فلوس. على فكره هو ابسط الناس لو بصيت في ايديهم معاهم موبايل بكام هتعرف ان مش دكتور الاسنان اللي بتدفعك كتير، او هو بتدفع عنده كتير فبتحاول توفر. هتلاقي شباب في ثانوي وفي اول الجامعه ماسكين موبايلات بارقام رهيبه، تيجي تقول بقى روح لدكتور الاسنان يقول لك الظروف الماديه مش سامحه. ازاي؟ مش ازاي؟ ده كده بيقعد كل يوم على كافيه بيصرف له 200 جنيه. عارف المقوله اللي هي تقول لك ايه؟ غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع، هي كده بالظبط. طب ما هو حضرتك ما هو انت اسأت توزيع الفلوس بتاعتك. اكيد اكيد صحتك اهم من الموبايل. جميل وكل حاجه، بس هو اول عن اخر بيقول الو وبتدخل بيه على النت، بس مش لازم تجيب حاجه غاليه جدا 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 وتاثر على بقيه حياتك، لان هي دي حياتك، صحتك هي حياتك. فالناس تيجي تقول لك لا مش هقدر، هي دي الايديوكيشن اللي انا بتكلم فيه، او هو ده الايديوكيشن بتكلم فيه. ليه الناس ما عندهاش الفكر بتاع اروح لدكتور الاسنان لو انا عندي مشكله اعالجها؟ لان في حاجتين، يا اما خايف من المصاريف، يا اما عنده عقده داخليه ان ده الم شديد وحقنه البنج بتدخل ترشق، والكلام اللي انا بسمعه طول النهار دوت. يا جماعه لو حقنه البنج بتدخل ترشق احنا شغالين سوبرفيشال، اما الحقنه اللي بتدخل في الوريد ديت ايه حضرتك؟ الكانيولا دي ايه؟ ده بتدخل بسن قد كده حضرتك؟ ده جامد ده، يعني بتقول ايه؟ لا ده طبعا هو الموضوع والله في منتهى البساطه فعلا، بس هي بتبقى عقد، زي بالظبط ما الام اللي بتقعد تقول لابنها يا ما تاكل ولا اوديك للدكتور يديك الحقنه. فالموضوع ابتدى يبقى مترسخ في العقل الباطن للناس عموما. زي بالظبط في ايه؟ ام بتبقى سبيسيفيك قوي يعني، تقول له انا اوديك للدكتور السناني يديك حقنه. عشان يعني بص هي بتوصل له مره فعارف، او يكون بيروح مع والده او والدته للدكتور وشافهم هما مثلا بيقولوا اي اي، او بيشوف ما هو بيتمضمض مثلا في الحوض وهو مكشر او وات ايفر هو حاسس بايه. فالاطفال عندهم ايماجينيشنز عاليه وتخيل زياده، فهو بيترسخ عنه ان ده شيء مؤلم جدا وان ده اذى ماما او اذى بابا او اذى اهلي. وكم من التلميذ من الاطفال بيبقى يعني خايف من دكتور السنان؟
كام في المية مش خايف من دكتور الأسنان؟ ماشي. لا مش خايف. كام في المية مش خايف؟ لا هو ممكن تقول 95% جايين خايفين طبعا. خايفين. لما بلاقي بقى انا حد في 5% الشجاع دوت، انا ببقى فرحانه بالطفل ده جدا. يعني اللي هو ايه، الله ده طفل نادر، الله انت نادر قوي. انت اللي زيك مش موجودين. بيبقى جاي فرحان كده وقاعد ومبتسم، اتكلمه يسمعك اللي هو ايه، انا مش هدوجعك، انا بعمل كذا، ان بنشيل السوسه الوحشه، بنحط، تلاقيه متجاوب معاك، بتبقى انت عايز يعني تديله نيشان وهو طالع. بس الطبيعي ان يعني هو من هو داخل يا اما بيدخل جرجره وعياط، يا اما يا اما بيدخل مضروب. يعني حاجه من اللي هو يا جماعه طب ادونا فرصه، طب حاجة اديني بس حبيبي اسمك ايه من الاول، اسمك ايه، لا خلاص مفيش اسمك ايه، دي في دموع بقى. ده الاطفال عموما ده نتيجه ايه، اللي هو حد رسخ جواه عقده، لان هو اصلا ما عندهوش هيستوري، هو لسه صغير بس في حد اداله الهيستوري. فالموضوع الجير بسيط جدا، بس عايزنا نروح للدكتور مره في السنه، مش اكتر من مره في السنه، نشيل الجير، صحه فمها تبقى حلوه جدا، مش هيبقى فيه ريحه وحشه. لما نكبر مش هيكون عندنا مشاكل كتير، مش هنوصل لخلع، الحاجه هتبقى الحاجه المسوسه هنحشيها. دايما اللي بيكبر الامور عند دكتور الاسنان التراكمات، 6 حشو، 12 علاج جذور، 12 طربوش، 4 زرعات. طب احنا سيبنا الامور لما كبرت قوي، فبتلاقي نفسك عندك حاجات كتير تتعمل. لكن لو بتروح قسم انت نفس الشغل ده على 20 سنه، رحت كل مره سنه، كل سنه مره، هتلاقي ان انت خلصت الموضوع دوت، كل مره هشد سنين هشد 3، موضوع بسيط ومنطقي وتقدر عليه. التراكمات هي اللي بتكبر الامور جدا، بلس عدم توزيع الاولويات. يعني دايما بقول لك طب ادفع الاول مصاريف المدارس واشوف، طب ما حضرتك اللي انت بتعلميه ده محتاج صحته، فهمني؟ او انا مثلا لما اخد اجازه الصيف هودي الاولاد للدكتور، طب ما هو برده حضرتك اجازه الصيف دي بتراكمي فيها كل حاجه، ما بتبقيش ملاحقه. وطبعا الفائز الاوحد هو المصيف، الناس كلها بتجري على المصيف، تقول لك لا 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 بروح للدكتور بقى في السنه، ما السنه طويله، ده هو كم يوم بتوع المصيف بس. فعدم التوزيع دوت هو اللي بيعمل المشاكل. إيه هو الجير؟ الجير دوت عبارة عن ترسيب للأملاح اللي موجودة في اللعاب على أسطح الأسنان الداخلية والخارجية برضو، بس الداخلية بتبقى أكتر. الجير ده بيبقى فيه زي المعادن أو زي الكالسيوم يعني بص إحنا لو سبنا الجير بكمية من غير تنظيف خالص وما رحناش للدكتور، بص المنظر هيكون إيه؟ التهاب شديد في اللثة، الخطوة اللي بعدها ندخل في انحسار في العظم، شكل مش كويس. اي حد هيمشي بالشكل ده لازم هيمشي حاطط ايده على بقه، لازم هيكون نفسيته مش ستيبل، مش ممكن هيكون حد بالشكل ده نفسيته ستيبل، مش ممكن هتكلمه هيكلمك كده فيس تو فيس من غير ما يحط ايده على بقه. لو بنت استحاله هتحط روج وتبين الالتهاب اللي موجود. اللثه دي انت لو لمستها كده بايدك هتخر دم، فبقى المنظر بقى دراكولا. فكل ده يا جماعه ناتج عن ايه؟ افراز طبيعي الغدد اللعابيه، ما بنغسلش اسناننا، البي اتش بتاع بقنا اللي هو معدل الحموضه او القلويه ده بيبقى قلوي جدا. الجير بيمسك بيحصل له تكلس من الاحماض اللي موجود، سوري، من الكالسيوم والبوتاسيوم والحاجات اللي الاملاح اللي موجوده في اللعاب بتترسب. ما بتغسلش اسناننا، تفضل تتكلس او تبقى تتحطب، يعني تبقى ناشفه. تبدا تاكل في الاوعيه، تبدا تاكل في العظم اللي حوالين السنه، يبدا اللثه والعظم ينحسروا. يقول لك انا سنتي بتطول، الكلمه دي بتسمعها كتير قوي، سنتي بتطول، هي مش السنه اللي بتطول، اللثه اللي بتنحسر. طيب الخطوه اللي بعدها ايه؟ السنة هتلخلخ. بص مثلا الخطوه دي احنا وصلنا من الالتهاب ان ابتدى يدخل في انحسار والالتهاب موجود برضه. طب احنا وصلنا المرحله دي ليه؟ عشان ما رحناش مره كل سنه للدكتور نشوف بقنا محتاج ايه. ودايما لما تيجي تشرح الخطه العلاجيه للمريض يقول لك خلاص شيل فلوس تنظيف الجير علشان تقلل لي التكاليف شويه. ده هي دي اهم حاجه، انا بشيل الجير بحافظ على صحه اللثه، لو عملت اي شغل او طرابيش او تجميل بيظهر اجمل، غير لما تعمل انت تجميل على لثه ملتهبه بتنزل دم، ايه الجمال اللي فيها، بتقلل البكتيريا. يعني مثلا ده سيكونس، بص حضرتك المنظر والالتهاب، التهاب اللثة الموجود، الجذور ابتدت تبان، كل دوت بيبقى الناتج بتاعه شكل وحش، لخلخة في الأسنان، حساسية. يعني الشكل اللي حضرتك شفته ده ما يقدرش ياكل حاجة ساقعة ولا يشرب حاجة ساقعة،
ليه؟ حساسية شديدة، لأن أنت عريت الجدر. الجدر ده متكون من مادة اسمها سيمنتم. السيمنتم ده ربنا خلقه متغطي، ما ينفعش يبقى متعري لأنه حساس جدا. مجرد أن السيمنتم ده بقى في البق بقى الوجع رهيب، ساقع، سكر، حمضي، أو يعني تشرب عصير ليمون، حاجات حامضية، برتقان، لو كل حتى طماطم يقولك سناني بتجز على بعضها، بتقشعر، مش مستحمل اكل عليها ولا اشرب عليها، لان انت خلاص طبقه السمنتم هي اللي بقت في المقدمه. ده غلط. لو كان ده صح كان ربنا ما خلاش السمنتم هي اللي فيش، كان حط طبقه مينا على الجدر، مش ده اللي موجود. اللي عملناه ده غلط كبير. ازاي ننظف السنان؟ ده بقى السؤال الحائز على اقبال الجماهير. موضوع تنظيف السنان والفرق ما بين الخطه الخله والخط الطبي. تنظيف الأسنان موضوع في منتهى السهولة والبساطة، إن إحنا ننسى موضوع فرشة البلاط اللي حضرتك اتكلمت فيها في أول الحلقة. ما فيش حاجة اسمها نعمل كده خالص. لازم نمشي 45 ديجري، يعني بننيم الفرشة، مش بننيمها توتالي، بتبقى مايلة على اللسة. بناخد اللسة من فوق، من فوق من هنا، وننزل بيها كده، ناخد من فوق وننزل بيها كده، أو بنقف على سنة سنة ونبدأ نعمل حركات دائرية. أهم حاجة يعني أنا هنا بحاول أوضح إن 45 درجة يعني بندخل ميلين على الأسنان. ممكن نعمل حركات دائرية وممكن ناخد من فوق لتحت ومن فوق لتحت، ده أفضل. دايما نمشي في اتجاه اللسان. هنا بننظف الأسطح الداخلية، بناخد من جوه لبرة. القصة في ده كله ايه؟ القصة في ده كله ان احنا بنفتكر ان ده هياخد وقت. هو مش هياخد وقت على فكرة، القصة دي ما بتاخدش دقيقتين حقيقة، ما بتاخدش دقيقتين، بس شرحها بياخد وقت طويل. زي بالضبط ما اقولك تعليم السواقة، هقولك اقعد الاول في الكرسي كويس، البس حزام الامان، امسك الدركسيون، شغل العربية، بص على الفتيس هتحرك. بص انا قلتها لك في وقت طويل ازاي، هتحس ان ايه ده انا هعمل ده كله، في حين انت بتعمل كده كل يوم 10 مرات او بتسوق 10 ساعات ولا مشكله خالص. بس الوصف هو اللي بياخد وقت، فالناس ما تستكترش الموضوع بالوقت. لا، هو موضوع بسيط، ما بياخدش دقيقتين فعليا. حضرتك هتنام الفرشه في الفك العلوي لفوق وتسحب لتحت، الفك السفلي بتنامها لتحت وتسحب لفوق. دايما التارجت بتاعك اتجاه اللسان. طيب الاسطح اللي احنا بنندغ عليها الاكل، الضروس، بتقف بالفرشه معتدل كده وبتعمل حركات دائريه، يعني حرف 5. طب في حاجتين الناس بتنساهم، اللسان والفلوس. اللسان بتمسك شاش، بتجيب شاشه من الصيدليه تلفها على صباعك وتقوم شادد اللسان لبره، وبتجيب من جوه لبره، من جوه لبره، تنظف اللسان. اللسان ده بيحتوي على بكتيريا وبواقي اكل. اللسان كتير بيجي يقول لك لساني ملتهب، على فكره مش حاجه تضحك، هو فعلا ده بيجي لساني ملتهب. تنظيف اللسان شيء مهم جدا جدا جدا. هتقولي الاسهل تجيب فرشه بيبقى في ظهرها سطح كده خشن شويه لتنظيف اللسان، بس انا بقول لك الاسهل تشده لبره بنفس الفرشه وتقوم عامله كده، موضوع سو ايزي. او بتطلعه قوي 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 لبره وتقفل بقك شويه وترجعه يحتك بالاسطح، بالانسايزر ايدج بتاع الاسنان العلويه، يعني يحتك بالسطح ده وهو داخل مكانه تاني. بس دي مش بتجيب لي الاخر، الاحسن تشده لبره وتعمل الكلام ده. طيب الناس اللي بتقولك برجع، بترجع دي حاجتين، يا بتحط كميه معجون كبيره، يا اما حضرتك بتدخل الفرشه اكتر من اللازم لجوه فبتحس ان انت عايز ترجع. طب الحل ايه؟ الحل ان حضرتك تحط كميه معجون قليله. مش عايز تحط معجون ما تحطش، ممكن تعمل مجرد ميه، ممكن ميه وفيها شويه ملح، ممكن ميه وفيها معطر للفم زي المضمضات المعطره للفم بكميه قليله في الميه وتعمل بيها. في 100 حل الا انك تسيب الوضع يسوء. بالنسبه بقى للاسطح الجانبيه للاسنان، خيط تلفه على صباعك كده وعلى صباعك كده، ثم تدخله ومخرجه، بس مش جاست دخول وخروج، لا انت بتدخله وتحتك بالسطح اليمين وبتحتك بالسطح الشمال، لازم تبقى محتك. يعني بص الموضوع سهل ازاي، مع فكرة مش محتاج تعليم، مجرد ان انت بس لازم تتعمل. بعد ما تخلص او بعد ما اللي يعمل الخطوة دي، يعني بعد ما تغسل السنان
شم الخيط هتلاقي ان لا انت ما كنتش منظف كويس. عشان كده الناس تقولك انا اسناني بتسوس ازاي وانا بغسلها كل يوم، لان الغسيل لوحده مش كفايه. على فكره ده ممكن تعمل دي في ثانيه، انت بتعمل تك 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 كده، مش موضوع ضخم خالص. بس مش داخل وخارج، يعني انت لازم تحتك بالسطح اليمين وبالسطح الشمال، لازم تنظف الاسطح دي. في كمان حاجه برضو غايبه عن السنان، وهي مش بلدي ولا بيئه ولا اي حاجه، هي السواك. السواك من الحاجات الجميله جداً, جداً, جدا. بس الناس بتعتبرها يعني ايه بلدي شويه. لا هي مش بلدي كده، دي سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. هي بس القصه كلها في السواك ايه؟ اولا تشتريه كويس، ثانيا ما تسيبهوش على كومودينو هو يتحط عليه ترابو. لا نهتم بيه. ودبان لازم يبقى مغلق زي فرشه الاسنان، لازم يكون مغلقه. لما تستخدم جزء لازم تقصه، ما ينفعش هو نفس الجزء نقعد نستخدم فيه شهور، ما ينفعش. انت عارف انا اخر مره كنت في المانيا، انا من الناس تحب المانيا قوي على فكره، رغم ان ما حدش بيحبها. مش عارف اقول ولا حد الماني يقول لي يا ايه المانيا، الناس دايما بتحب هارد. ايه هارد، هي هارد شويه. على فكره انا كنت انا طبعا هوايتي ان انا اشتري معجين اسنان وفرش اسنان، دي هوايه. فلما دخلت الراجل قال لي في بقى اغلى من كل اللي انت بتتكلمي عنه، السواك. يعني لقيته السواك بتعمل له هو ده اللي غالي، هو ده اللي انا هجيبه بكام، 1000 يورو ليه كان مش عارف عامل 50 يورو 70 يورو، اللي هو انت بتقول ايه فندم بتاع الرصيف عند يعني صلاه الجمعه وانت خارج بتلاقي الناس كلها فرشه بيه. هو في انواع غاليه الشجر حسب الشجر اللي جاي منها يعني. بس مش هتوصل اللي احنا نشتريه من المانيا ومن اوروبا. ليه ما موجود عندنا هنا بالظبط؟ هو سهل جدا جدا. وممكن نستخدمه للناس اللي بتقول انا برجع من الفرشه والمعجون، وبتعمل على فكره في مضادات التهاب، في قابض للاوعيه للناس اللي بتعمل اللي عندها نسف في اسنانها. ريحته احسن بكتير من اي معجون بيعمل ريحه النعناع والتفاح. الكلام ده كله لو عملناه احنا اللي هنكسب راحتنا وهنكسب صحتنا. حط بقى الموضوع بتاع كل الناس بتكلمني فيه، كل الناس تسالني فيه، حاجه رشحي لي معجون اسنان معين او اديني معجون اسنان مبيض. لا الاثنين غلط، مفيش حاجه اسمها معجون اسنان معين. كل معجين الاسنان بتدور في محور واحد، لان احنا بنذاكرها، احنا بندرس معجون الاسنان دوت، واحنا بنقعد على فكره بنعمله. على ايامي كنا بنشتري كونتنتس نعمله، دلوقتي محدش بيعمل الموضوع ده اصلا. موضوع بسيط قوي، بس فرق فليفر وكونسيستنسي، ده ناشف شويه ده هارد شويه، ده جل ده بيلمع، الكلام البسيط ده. لكن هو كله من نفس المحور تقريبا. فانت تجيب اي نوع، مش قضيتي خالص النوع. وبلاش بيكربوناته بتاعت العطار، وبلاش ندعك بالليمون، وبلاش ندعك بالرمل، الكلام ده كله والله ما هيبيض، الكلام ده بيضر اكتر ما بيفيد. فاحنا نوصل ان معجون الاسنان، اي معجون اسنان هنستخدمه هيجيب نفس النتيجه. معجون الاسنان لازم يتغير علشان البكتيريا بتتعود عليه، فبتبدا انها خلاص بقت عادي وبتبدا انها تتكاثر عادي جدا. ده بالنسبه لمعجون الاسنان. بالنسبه للمبيضات هي خطر جدا، ما خطر جدا جدا. في نوع بقى من الستينز او الجير اللي بيجي عند الاسنان، وده بيجي دايما عند الاطفال، بس بيجي عند الكبار برضه، بس عند الاطفال اكتر. بتلاقي نقط سودا على الاسنان كلها، دي كتير قوي بتحدث. ده نوع من انواع البكتيريا اسمه كروموجينيك بكتيريا، نتج عن ايه؟ ان احنا ما بنغيرش معجون الاسنان. ليه؟ الولد ارتاح على طعم الشوكولاته، ارتاح على طعم الكولا، ارتاح على طعم اللبان، ما هو دي كلها حاجات للاطفال. فنفضل بقى موجودين على نفس النوع ده ما نغيروش ابدا، فالبكتيريا تتعود تعمل اسمها البكتيريا الملونه، تبقى الولد تلاقيه طفل باسنان لبنيه وعلى اسنانه كلها خطوط او نقط سودا، ده نتيجه عدم تغيير معجون الاسنان. ضيفتي العزيزه استاذ دكتور اسراء السعيد، نورتينا وابهرتينا. يا دكتور ايمن ربنا يخليك. احنا ماشيين في موسوعه او في المنطقه بتاعه البرنسبلز، يعني خلي بالكم احنا مهتمين قوي بيكم وبنتكلم في الاساسيات، مش جايبين حالات في الكام حلقه دول، ولا عاملين يعني سيمينارات لكيسز، لكن بنحط الاولى ابتدائي. فذاكروا معانا بقى وخليكم شاطرين عشان كلنا نبقى شاطرين كده ونكبر ونروح تانية ابتدائي وثالثه ونقعد اعدادي ونشوف الكيسز بقى الحلوه، ندخل كليه طب اسنان في الاخر، ندخل طب اسنان نشتغل. خليكم معانا سلام.
اهلا بكم. في هاشتاج ولو ان انا ما بحبش الهاشتاجات بس ماشي. سالوا الناس خسيت عشان حلو جميل. فسمعت حاجات هي طبعا مش يعني مش مفاجأة لينا ولا شيء غريب، بس لازم برضو نعيش دماغ الناس شوية. فخسيت عشان ايه؟ في ناس قالت لك السبب الاول ارضاء الحبيب، تمام، ارضاء الحبيب، حقك يا باشا او حقك يا فندم. طبعا الحاجة التانية المهمة جدا التنمر، المواقف للأسف من الأصدقاء ساعات تيجي، من الأقارب ساعات يجي التنمر. كمان كثير من الناس قالوا انهم عايزين يعيشوا بقى حياتهم يستمتعوا من غير مجهود، من غير مشاكل. في اكيد ده البنات بقى ان هم اللبس الموضه يعرفوا يلبسوا الفاشون. انا كانت البنات اللي وزنهم زياده دول ما بيعرفوش يلبسوا، والرجاله اللي وزنهم زياده ما بيعرفوش يلبسوا. يا جماعه ما التيشيرت بالنسبه له ماساه. على فكره في ناس كتير منهم بيلبسوا بدل، والبدل اساسا بتخن، يعني البدل طبيعي بتخن، بس هما بيلبسوها عشان بتلم بقى عشان يجيب بدله بقى في وزنه. في ناس معينه هي اللي بتبيع البدل دي، يعني هما 2 3 في مصر تقريبا اللي بيبيعوا بقى ال 4 اكس لارج و 5 اكس لارج و 8 اكس لارج والكلام ده، فبيروحوا يشتروا من عندهم. فهم بقى البدله هي اللون ده اسود وكحلي، مفيش غيره، هو اسود وكحلي، او لو انت روش شويه تجيب رمادي غامق ماشي. الشباب طبعا جت تعليقات لطيفة ان هي يعني دافعوا مثلا انه كان بيحب يلبس البدلة السموكينج وبتاع مش عارف يلبسها، يعني ما يقدرش. في ناس راحت تعمل عمليات لانها مش عارف تلبس سديري، مستحيل طبعا سديري، السديري عايز حد رشيق. واسباب تانية كتير، صحة، في ناس ما بتعرفش تنام، في ناس بقى المسألة وصلت لضغط وسكر ومشاكل صحية خطيرة جدا، ناس على وشك يجيلها فشل كلوي، ناس على وشك يجيلها فشل قلبي. جراحات السمنة يا جماعة بتنقذ ناس كتير جدا جدا. تعالوا النهاردة نقرب ونفهم أكتر كتير عن جراحات السمنة مع ضيف العزيز مبدع من طراز خاص، وطبعا بيمتعني بأسلوب العلم الراقي جدا وفي نفس الوقت الموسوعي في الشرح. يعني فعلا بستمتع لأنه ما بيسيبش طرف من الحديث إلا ما بيروح يدرسوا ويشرحوا لنا بشكل راقي للغايه. ضيف العزيز واحد من ميك ستارز عالم جراحات السمنه الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا فندم وشرف كبير. اهلا وسهلا. يعني سعاده بان انا التقي بيك في حوار ممتع للغايه. هنبدا بكلمة مهمة، انه جراحة السمنة الراجل جاي مش جاي بس بالسمنة، ده هو جاي بمشاكل تانية. فدايما عندكم مشكلة اسمها الجراحات المصاحبة، تعبير دقيق ولا يعني نقدر نقول مشاكل مصاحبة لانها بتبقى جراحات؟ في البداية تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة من الحاجات اللي هي يعني اللي طبعا ما بتجيش لوحدها، بتجي بمشاكل صحية مصاحبة كثيرة جدا، ومن ضمنها يمكن أشهرها السكر والضغط ومشاكل الدهون المتراكمة بصورة مرضية في الدم ومشاكل التنفس. ويمكن حضرتك يمكن قلت في المقدمة إنه في مشاكل اجتماعية كثيرة، يمكن مش حاجات مرضية، يمكن السن الصغير اللي هو تحت 20 سنة أو تحت حتى 30 سنة أو ما قبل الزواج ما بيهتموش. هو لو عنده سكر هو مش مهتم بيه قد ما مهتم انه عايز يلبس كويس، يتحرك كويس، عايز يمارس حياته الاجتماعيه بصوره يعني كما يجب ان تكون. يعني في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه لا تتعلق بالسمنه المفرطه بشكل مباشر، يعني زي المراره، حصوات مراره، يعني دي حاجه يعني مش مرتبطه بالسمنه المفرطه بشكل مرضي. يعني السمنه هي ليست، ويمكن هي اشهر الحاجات دي، ويمكن خلينا نقولها هي بصوره طبعا قد تكون غير مباشره لكن هي سبب. يمكن احنا يمكن معروف الاربعه اف بتوع زمان اللي هم بتوع المراره، الفات الفرتاعي اللي هو العيان السمين، هو ده كان دايما اشهر الناس اللي بيجي لها حصوات في المراره.
طبعا برضو كمان المرتبط بالسمنه برضو اللي هو الحموضه بتاعه المعده اللي هي دايما تيجي بصوره مكثفه ودايما بيكون جزء منها السمنه المفرطه، ما طبعا دي مرتبطه ارتباط مباشر. وفي حاجات ثانويه طبعا بتحصل سيكندري للسمنه المفرطه زي مشاكل المفاصل وزي مشاكل الغضروف بتاع الظهر وزي مشاكل اللي هي العظام بصفه عامه، وتلاقيه بيقول لك انا يعني خصوصا في السن الكبير انا عايز اغير مفصل، وعنده مشكلتين. المشكله الاولى ان هو مش قادر يحسن كفاءه المفصل على الوزن ده. النمره الثانيه هو لو غير مفصل على وزن 140 كيلو، طب مين المفصل او فين المفصل اللي هو يتحمل الوزن الكبير ده؟ عندنا مشاكل قد تكون متعلقه بالانجاب، يعني في البنات اللي هم انا يمكن ليا صديقه واستشاري استاذ نسا زميل، هو عن مقتنع تماما انه مش عايز يعمل اي حاجه تساعد الانجاب في مريض السمنه المفرطه، هو عايز ينزل وزنهم لانه بيقول لي ده بيساعدني كتير جدا وبوفر عليا مجهود علاجي كبير جدا في ان انا بس انزل وزن. الاتزان الهرموني بيعود مره اخرى، الرحم المبيض بيشتغل بكفاءه اعلى من الطبيعي عندما يكون تخلصنا من السمنة، ولو حتى ابتدى يدي علاج بيكون تأثيره أكتر وأسرع وأفيد بالنسبة للمريض. ويمكن كم كبير جدا بيقول لي عليه أنه لما العين بيخس يعني الست اللي هي المتأخرة عن الإنجاب الوزن لما بينزل بتلاقي أحيانا الستات بتنجب من غير أي علاج يعني ما بحتاجش. النمرة الثالثة أنه مشاكل زي السكر هي يعني يمكن 80% من الناس اللي هم المصابين بالسكر من النوع الثاني سببهم سمنه مفرطه، ده مناعه انسولين يمكن. فطبعا احنا انقاص الوزن هو علاج للسمنه وعلاج للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. طيب احنا بقى بنعالج الحاجات اللي بتتعالج مع السمنه بانقاص الوزن طبيعتها اصلا بتتعالج زي دهون الكبد ما هتنزل، يعني فين العلاج اللي بيعالج مرضى تدهون الكبد من غير انقاص الوزن؟ ادي ليفر سبورت كما تحب، وادي فيتامين اي، وادي ليفر، يعني اي علاجات من غير انقاص الوزن في مرضى السمنه المفرطه لم يكن هناك اي علاج لتدهون الكبد. ففي امراض كده هي نفسها يعني كل دهون المرضيه في الدم بتقل، كل دهون الكبد بتقل، نزلت الوزن مفاصلك هتشيل نفسها، يعني المفصل اللي هو اللي يعني ماسك نفسه بالعافيه اللي هو مش قادر يشيل وزن 140 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو، لما حتى توصل تبقى 80 كيلو ولا 90 كيلو اكيد هيبقى فيه الرجا، يعني هيقدر يساعدك شويه وربما ما تحتاجش ان انت تغير مفصل وربما ما تحتاجش ان انت تعمل حاجه، نزل وزنك وبعد كده قيم بقى. هناك بعض الامراض النفسيه المرتبطه بالسمنه المفرطه، الهروب من المجتمع، عدم مش عايز اروح الجامعه، مش عايز اروح المدرسه، مش عايز يخرج، في بنات بتقعد بالسنين في البيت ما بتخرجش، اكتئاب هو ده مرتبط بصوره مباشره بالسمنه المفرطه. فيعني انا يعني الحلقه لن تتسع للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه او المشاكل الاجتماعيه التي قد تكون يعني بسبب السمنه المفرطه، ولن يكون هناك علاج. واحد بيسالني يمكن الاب او الام بيجي مع بنتها او يعني حد منهم او الاثنين بيسالني بيقول لي يعني انا بعمل صح كده البنت اللي هي 20 سنه وزنها 130 كيلو ولا 140 كيلو ولا 110 كيلو ولا 100 اكتر من 100 كيلو، انا بعمل لها صح ولا غلط يعني؟ وده هياثر على الصحه الانجابيه ازاي؟ فبيبقى يعني سؤال رده طبيعي ان السمنه المفرطه هي هتعكس وضع البنت الانثوي ده، هي لا يعني هتبقى عندها صعوبه في الانجاب، عندها صعوبه الدوره بتاعتها اصلا متلخبطه، فانت لما بتنزل الوزن بتعيد الاتزان الهرموني مره ثانيه يعني وترجع بقى الوضع لاصله، يعني الدهون او السمنه المفرطه هي عائق امام البنت كانجاب وكمان كوضع اجتماعي، انت لو ما عملتش العمليه دلوقتي هتعملها، هتضطر ان تعملها بعد 4 سنين وبعد 5 سنين بعد السن ما يتقدم، لان انا خلينا في مجتمع عربي مصري البنت اللي هي المصابه بالسمنه المفرطه فرصتها فعلا قليله في الجواز، معلش يعني انا بتكلم بوضع يعني احنا مع بعض يعني كمجتمع مصري، طبعا السمنه المفرطه بتهزم البنت، بتحبسها جواها، ما بتبقاش عارفه تواجه المجتمع ازاي، ففي مشاكل اجتماعيه كتير جدا. طبعا طبعا. هنتكلم الاول على الارتجاع المريء والمراره جراحيا، هنعمل ده ازاي وده ازاي؟ المراره انا عايز اقولها في جمل بسيطه بحيث ان يبقى الامور واضحه للناس، يعني المراره قبل عمليه السمنه احنا بنقيم الوضع بالسونار، يعني ما فيش عيان سمنه مفرطه بيدخل العمليات من غير ما يعمل موجات صوتيه على البطن والحوض،
يستكشف البطن بتاعته. من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها بالسونار المرارة ويتقيم فيها. فيها حصوات السونار لن يخطئها، يعني عادة في معظم الناس بيبقى يعني اوبريتر ديبندنت، لكن مفيش حد ما بيشوفش الحصوة بتاعت المرارة بالسونار. يعني عايز حد بقى يكون الجهاز بتاعه تعبان او ما عندوش خبرة الكافية، فعلا ده حقيقة هو اوبريتر ديبندنت. لكن في حصوة في المرارة هتتشال وقت العملية سواء تكميم او تحويل. السائد عند الناس انا ما بشتكيش منها يا دكتور، ما يعني هعملها ليه يعني؟ طبعا المرارة مشاكلها كتيرة، يعني المرارة اللي هي الزرقاء دي بتبقى عبارة عن كيس يملا العصارة المرارية، وقت بقى ما الدهون بتنزل فهو العصارة دي بتنزل برضو، هي بتنقبض تطلع شوية العصارة عشان الامتصاص. طيب الحصوة بقى اللي هي او الحصوات او الحصوة الواحدة، او طبعا حصوة منهم ممكن تنزل كده في السيستك داكت او قناة المرارة، تنزل على القناة المرارية اللي هي الرئيسية الخضراء اللي هي باللون الاخضر ده، تقوم قافلاها وعامله صفرا زبدية، وساعتها طبعا طبعا علاجها صعب جدا وعايزه منظار قناه مراريه ويدخل ومسافره ومشاكل كتير. حصوه منهم تنزل وتقفل قناه البنكرياس، التهاب بنكرياس يعني. حصوه يعني مشاكل كتير. طب حصوه واحده هي الحصوه نفسها ممكن تزنق القناه المراريه وتعمل حاجه اسمها مريزي سندروم، مشاكلها كتيره جدا وجزء منها صفرا زبدية والتهابات في قناه اللي هي المراريه، او ان المراره نفسها تتسد وتعمل غرغرينه او ممكن تنفجر او تتخرم، يعني مش انفجار لا يعني ممكن تتخرم بيرفوريشن. فطبعا بتعمل التهاب بريتوني عنيف. احنا مش بنصادق ده ومش بنخوف الناس، ومش شرط يحصل لك ده يعني. احنا يعني الموضوع احنا بس بنسرد الوضع الطبي الحقيقي الحقائق العلميه، لكن مش لازم انت ممكن تسيب المراره ما تشلهاش وما يحصلكش حاجه يعني فعلا على فتره كبيره، شويه مغص هيحصلوا لك كل فتره، لكن يعني الحاجات دي بتحصل من عيان لعيان. لكن النصيحه الطبيه لو عندك حصوه في المراره ما قبل العمليه، انصحك كنصيحه طبيه مباشره شيلها، لان انت من نفس الفتحات نفس البنج ما تبقاش قافل على قنبله موقوته في البطن، انت يعني مش بصدد ده خالص ان انت تعمل. فهي نفس الفتحات نفس وقت البنج نفس التخدير وحاجه سهله يعني ما فيهاش مشكله، وهتخرج في نفس الوقت ونفس المتابعات ونفس الحاجات ونفس يعني نفس حتى الادويه اللي هي بعد العمليه، فهي تعتبر عمليه واحده، هي عمليه تكميم مع مراره او عمليه تحويل مسار مع مراره بس، يعني الموضوع بسيط خالص. عشان الحته الجراحيه المهمه انه لو عنده حصوه وشال عمل تكميم مات او تحويل مسار، تحويل مسار مش هيعرف يدخل على المرارة، هيبقى لو حصل له مشكله طبعا دي نقطه في منتهى الخطوره. ان انا يبقى عندي حصوه في المراره وواحده منها نزلت في القناه المراريه وانا عامل تحويل مسار، مش هتعرف تعالجها بمنظار القناه المراريه، مش هتعرف تدخل لان المسار اتغير. فطبعا لازم تشيلها يعني في التحويل. انا انصح ناس بشده ان يشيل المراره لو فيها حصوات. طب المراره السليمه ما تشيلهاش، ما فيش فيها مشكله خلاص، ما فيش جايد لاينز خالص تقول انت تشيل المراره سليم، رغم الناس بتخاف منها. فيما بعد يقول لك بعد عمليه السمنه بيحصل مراره ولا ما بيحصلش مراره، احنا ما عندناش يعني حاجه تثبت ده، ولكن ما فيش حاجه تقول ان احنا نشيل المراره اللي هي السليم. منظار القناه المراريه لو حصل لك فعلا حصوه انتقلت في القناه المراريه وحصل فيها صفر انسداديه، ليها حلول ثانيه بس تبقى صعبه شويه، ان احنا ندخل بكلودوكوسكوب او ان احنا ندخل بمنظار البطن بتاعنا بتاع الجراحه ومدخلين منظار القناه المراريه خلال فتحه المنظار، يعني بيبقى فيها شغل طبعا صعب شويه، مش محتاجين ان احنا نعمل ده. نتفاداه باستئصال المراره المصابه بالحصوات اثناء اجراء عمليه التكميم او التحويل. فتق الحجاب الحاجز وموقعه بقى، من اولا هل هو فتق الحجاب الحاجز في الحالات يضطرين يعمل نوع معين من الجراحات؟ استبعد تكميم المعده مثلا؟ طبعا طبعا احنا فتح الحجاب الحاجز وجوده يستدعي ان احنا نقيمه كويس قوي بالمنظار وبالاشعاعات، يفضل الاشعه المقطعيه هي من اقوى الحاجات اللي بتشخص فتح الحجاب الحاجز وتقيمه. والحقيقه طبعا لازم يكون في خطه واضحه لعلاج فتح الحجاب الحاجز اثناء جراحات السمنه. الجراح المحترف حتى لو العيان ما بيشتكيش اصلا من ارتجاع وتفاجئ بيه اثناء العمليه، لان مش كل المرضى بتعمل منظار قبل العمليه، يقدر ان هو يصلحه، يقدر يعمل اصلاح للفتق مع تقويه للعضله مع عمليه تكميم المعده، وده مش احسن الحلول طبعا، لكن احسنها ان انت تعمل تحويل مسار مع اصلاح فتح الحجاب الحاجز. وانت بتعتمد بقى على العضله اذا كان هتخيطها بس ولا هتقويها بطبقه دهون ثانيه اللي هي الليجمنتم تيرز، بنفصله من جدار البطن الداخلي وبنلفه حوالين العضله بتاعه المريء او عضله الحجاب الحاجز. ففي طرق تقنيا لازم الجراح يكون عنده الحرفيه الكافيه ان هو يقيم وضع المريض ما قبل العمليه. واتمنى ان احنا نصل للدرجه انه في حال اي شكوى من الارتجاع
الحموضة يعني ما قبل العملية، اعمل منظار معدة تشخيصي لأن أنت تستبعد بيه وجود فتق في الحجاب الحاجز، وأنت متعرفش أن أنت تدخل تتفاجئ بيه أثناء العملية، وربما يكون الجراح ما عندوش الدراية الكافية لإجراء أو إصلاح الفتق أو كيفية التعامل معاه، فمش هيطلع يقولك أنا مش هعمل عملية، أو ربما تحطه في وضع حاجة حرج، أو ربما يكون عايز يعني مخطط العملية ولاقي عملية تانية هو ما عندوش القدرة ليها. فيعني إذا كان هناك شكوى من الارتجاع يفضل تقييمها ما قبل العملية. والناس ما تخافش خالص من، أنا والله نصيحة يعني لوجه الله، أنه شكوى الارتجاع اعمل منظار. المنظار دلوقتي بيتعمل في وقت قصير جدا، 15 دقائق، يعني مفيش تخدير كلي في معظم الحالات، بتنام بتبص عليك بالمنظار. المنظار دلوقتي متقدم جدا، منظار الفم هو منظار بسيط، يعني حاجة تشخيصية مهمة جدا ان انت تعملها لو عندك اي نوع من الارتجاع. واطمنوا خالص، لانه كان الناس معظمها رابط المنظار التشخيصي بامراض الكبد بتاعت زمان، هو ده اللي اول ما تقول له اعمل منظار يقول لك لا انا ما مش عايز اعمل منظار، انا خايف منه، او يعني ربما يكون خايف من، وطبعا المستشفيات الكبيره طبعا الناس برضه بتخاف من العدوى بتاعت المناظير في نقل العدوى. طبعا المناظير دلوقتي في لجان يعني للانفكشن كنترول، والمستشفيات الكبيره محترمه في مصر فعلا، ده حقيقه، والاماكن موثوقه وكويسه، وفعلا انا يعني بشوف ده في كل المستشفيات الكبيره عندهم، يعني مستشفيات زي مستشفى النيل، مستشفى يعني كل المستشفيات اللي احنا مش بنعلن على المستشفيات، لكن انا بقول ان معظم المستشفيات الكبيره كلها عندها تعقيم على درجه عاليه جدا. فما تخافوش خالص، يعني منظار المعده تشخيصي لا يعني ان انت تخاف او ان انت تتردد في ان انت تجري حاجه، انا شايف ان هي الزاميه ما قبل عمليه السمنه في حال وجود ارتجاع في المريء. عايز بقى اروح لي بالتفصيل، يعني اروح لارتجاع المريء بالتفصيل عشان اشرحه مع الاختيارات. احنا اتكلمنا عن فتق الحجاب الحاجز، لكن ارتجاع المريء انا حاسس ان احنا ما ادينهوش حقه رغم انه حلقه مشهوره جدا جدا. خلينا نتكلم على ارتجاع المريء في مريض غير السمنه وارتجاع المريء في مريض السمنه. انا دلوقتي يمكن انا جاي من العياده النهارده يعني شفت كذا عيان عندهم ارتجاع في المريء، شباب صغير، هو شاب 20 سنه ويمكن كمان ما اتجوز، وتلاقي عنده حموضه زايده جدا وعنده اعراض كثيره ربما لا تتعلق بالارتجاع بس، هو عنده المشكله بتاعته فقط في انه بيجي له ازمه صدريه بالليل. انا يمكن الكلام ده يمكن يفيد معظم الناس، بيجي له ازمه صدريه ما بيقدرش ياخد نفس، وتلاقيه بيلو في الارض كده من صعوبه النفس وقاعد شرقان، والناس مش قادر تساعده، اهله مش عارفين يساعدوه من كتر ما الحمض بيرجع في القصبه الهوائيه ويعمل له اعراض زي الازمه الصدريه، ما بيقدرش ياخد نفس. والله فعلا انا شفت حالات زي دي، ويمكن حد قريبي قوي كان انا شفته بالمنظر ده، ما بيقدرش ياخد نفسه. وطبعا دكاتره الصدريه احيانا يعني احيانا بيعالج الوضع من ناحيه الازمه الصدريه، وطبعا اللي عنده خبره كبيره فيهم بيقول له لا ده انت ربما يكون عندك السبب ده هو ارتجاع المريء. يعني ارتجاع المريء يا دكتور يجي باعراض صدريه؟ اه طبعا يجي لك باعراض ازمه صدريه. احيانا ارتجاع المريء بيجي بالم ورا الصدر عامل زي طوبه كده على صدرك كده، بتيجي حاسس بألم شديد ورا الصدر. احيانا بيجي بتسوس في الاسنان من كتر الحمض ما بيرجع، بتاكل شرقه جامده جدا، واحيانا بتلاقي الاحبال الصوتيه من كتر الحمض ما عمل لها تاكل، بتلاقي طبعا انه صوت التون بتاعه اتغير، بيبقى في بحه كده انت بالك قد ايه مستمره طول الوقت، وشرقه وعمال طول الوقت حاسس ان زوره ناشف طول الوقت. فدي اعراض تستدعي العلاج. اذا فشل العلاج الطبي لا يوجد اي حاجه تانية غير العلاج الجراحي. انت فشلت في ان انت تاخد ادويه للمعده وادويه للارتجاع وادويه للحموضه وادويه كثيره وفشلت فيها، خطوره الموضوع ان انت قد يصل بيك الى تغير خلايا المريء الى خلايا تانية اقرب الى ان تكون لخلايا سرطانيه. وبالتالي احنا يعني انا انصح اي حد مش مريض سمنه، واحد عادي خالص وزنه 60 كيلو عنده ارتجاع في المريء، اعمل منظار معده ووديه للجراح بتاعك، خد رايه فيه، بحيث ان انت لو في حاجه جراحيه تتعمل، بنعمل طبعا عمليات زي النيسن فاندبلايكيشن، كروربلاستي، دور ريبير، كل انواع العمليات تتعمل بعد التجهيز المناسب
قياس حركة المريء وقياس الحموضة في المريء. طبعا دي حاجات كلها قد يكون حلها جراحي فقط بعد فشل الطرق التحفظية. الحوار معك ممتع دائما، لكن خلينا نسيب الناس مع تقرير من داخل زي ما بقول ايه غرفة العملية وداخل المسرح العمليات. الحوار دائما من مسرح العمليات، مسرح الحدث، حدث معالجة مريض سمنة يا جماعة ده حدث مهم جدا بكل السيتويشن بتاعته، بمشاكله التخديرية، بمشاكله المصاحبة. النهاردة اهتمينا بمشاكله الجراحية الأخرى، من ارتجاع مريض، من فتح في الحاجة بالحاجز، من وجود مرارة. لا يأتي مريض السمنة في معظم الأحوال زي ما بيقولوا بمشكلة واحدة، والمصائب في السمنة لا تأتي فرادا ولكن تأتي كالطيور في جماعات. الجراح الشاطر هو اللي يعرف يتعامل مع هذه المشكلات، إما بالاستبعاد أو بتقديم الأهم فالمهم. ضيفي العزيز الذي يبدأ دائما في حواره الأستاذ الدكتور كريم صبري، الأستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. نورت كالعادة. شكراً. الناس الحلوة. شكراً. خليكم دايما مع الناس الحلوة. وزني 135 كيلو وبعاني من مشاكل صحية بسبب زيادة وزني، وبصراحة بقالي فترة طويلة بتابع الدكاترة عشان يعني نويت ان انا اعمل عملية للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. اشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها، واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز. وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له، والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله، قال لي كل الامور دي بسيطة وان شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. يعني مهما اقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العملية. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عملية تكميم معده وعملية المرارة، وكان عندي مشكلة في الارتجاع، والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكة للمنطقة المريء واللي هي عملية الارتجاع دي. فطبعا انا كنت في الاول متخوف من موضوع ان انا اعمل اجري اكتر من عملية، والدكتور هون عليا الموضوع انه قال لي يعني دي هتبقى عملية واحدة وما يعني نفس نسبة الشفاء هتبقى واحدة. وفعلا انا تقريبا دخلت العملية الساعة 12 بالليل، انا الساعة 4 بالظبط كنت بغادر المستشفى تاني يوم. يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطة، ودي للامانة انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العملية بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال 8 شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود 50 كيلو. طبعا انا عندي راحة دلوقتي في اكتر من حاجة، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشة عموما. انا شخص تاني غير اللي كان داخل العملية. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مهما اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. فشل الصمام اللي بيربط الوريد الصافي مع وريد الفخذ العميق اكتر الاسباب شيوعا لدوالي الساق. دايما في عمل وراثي ودايما الوقفه بتزود. الدوالي في الحمل مفيش اي علاج ليها طول ما هي حامل. ميزه الليزر طبعا ان هو مفيش صيام، مفيش بنج، لو مريض قلب الموضوع يعني سيف بالنسبه له وامن تماما. من تقول عليه حريف في جراحه الاوعيه الدمويه؟ مبدئيا اللي ما بيعرضش العيان لحاجه مش هيستفيد منها. الدكتور وليد الدالي، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه جامعه القاهره، استشاري القسطره الطرفيه وعلاج القدم السكري، زميل جامعة كيل وكولن بألمانيا، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم الفاسكولار الأوعية الدموية، وموضوع الدوالي طبعا ده موضوع العصر. كل الناس بتشتكي من دوالي، ستات كتير قوي. في معتقدات خاطئة ثابتة في دماغ الناس عبر العصور والأزمان عن الدوالي مش عايزة تروح، هنحاول نشيل بعضها. والنهاردة نتكلم على الموست ريسنت والأدفانسد، لكن تعالوا نناقش الأكثر شيوعا في دماغ الناس.
من الحاجات المشهورة قوي ان يقول لك الدوالي جاية لك من انك بتعمل تربيع، بتقعد مربع رجليك وانك بتلبس بطلونات ضيقة، الحاجات دي تزود الدوالي، تأثر فيها بشكل سلبي، لكن ما تبدأهاش، مش هي بداية المشكلة. لكن في ناس كتير بتربع رجليها وبتلبس بطلونات وما بيجيلهاش دوالي، فهي مش الانيشيتنج فاكتور، مش الاساس في المشكله. كمان الحمل بيسبب الدوالي، ده معتقد مش صحيح. الحمل بيزود الدوالي لكن ما يبداهاش، مش هو سبب ليها. لكن اجريفيتنج فاكتور، في فرق بين انك انت يعني ان الحمل على فكره ممكن تبقى ملحوظه الدوالي اثناء الحمل، تبقى واضحه اكتر، لكن عوامل الدوالي هنفهمها اكتر النهارده مع ضيفي العزيز. انك لما يكون فرد في الاسره عنده دوالي انك بالتاكيد هتصاب بيها، برضو مش صحيح. ممكن جدا تفلت وممكن تصاب، مش 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 بالتاكيد يعني. التدليك بيعالج الدوالي؟ لا يا باشا، التدليك ما بيعالجش الدوالي، التدليك بيحسن المها، بيقلل التورم، بيقلل الانزعاج من الم شويه في بعض الحالات او في اولها، لكن مش هو اللي بيعالجها، مستحيل التدليك ما يعالجش الدوالي ابدا. كمان انه التشنجات العضلات والخفقان وتقل الساقين ده اساس الدوالي؟ لا مش شرط كده، ممكن الدوالي تكون بدون اعراض في الاول. فكره انتظار علاج الدوالي بعد الانجاب، يعني استني يا ستي انجبي الاول وبعدين عالجي الدوالي، ده برضو اعتقاد خاطئ. لا، ممكن جدا نعالج الدوالي وست تبدا الحمل عادي جدا، لانه علاج الدوالي ده لازم يكون من الاول ومبكرا، ولا ستتفاقم وتدخلي في مشكلات هنفهمها النهارده بالتفصيل. النهارده زي ما قلت لكم لقاء ممتع جدا مع ضيفي العزيز صاحب المقدره العلميه الرائعه والحضور العلمي الراقي جدا. دايما حواراتي معاه بتبقى متسمه باسلوب علمي دقيق، شرح تفصيلي والموست ادفانسد. دايما انا بنتظر اللقاء معاه عشان اشوف الموست ادفانسد ايه في اي شيء في الاوعيه الدمويه، والنهارده في الدوالي تحديدا. ضيفي العزيز والقيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور وليد الدالي، استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه بكليه الطب جامعه القاهره، استشاري القسطره الطرفيه وعلاج القدم السكري، وزميل جامعه كيل كولن بالمانيا، وزميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا الاسم الشهير. اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا بحضرتك، منور الناس. حلو، اهلا بيك. ايه رايك في المعتقدات دي؟ ديت لسه بعض الناس بتصدق فيها؟ والناس بتصدق طبعا بالكلام ده كله، بتصدق ان الدوالي ملهاش علاج، وصدق ان الدوالي لو اتعالجت لازم ترجع. معتقدات كتيره طبعا غلط. والكريم والكريمات والحاجات اللي بتطلع على الفضائيات الغريبه، فضائيات فيها والادويه وال... ده في فضائيات فيها كوارث، اللي بتعرض افلام دي بتطلع بتعرض افلام بين النصبات، يعني الفيلم بيطلع ما بين النصبه والنصبه، يطلع لك كريم يقول لك الكريم ده بيعالج الدوالي، بيعالج الانزلاق الغضروفي، الكريم بيعالج الدوالي والانزلاق الغضروفي مع بعض، والبواسير والبواسير والكركمين بيعالج كل حاجه. انا لسه شايف الكركمين ده على فكره قبل ما انزل على طول. انا في الاخر، في الاخر بالامانه هستسلم. انا يا جماعه بقى اعلن ده، انا حاجه مسخره، حاجه بتضرب، يعني انتوا بتتحدوا الراجل يعني اللي بيخرفوا في الكركمين ده بيتحدى 150,000 دكتور، بيتحدى نقابه الاطباء، بيتحدى وزاره الصحه، بيتحدى مش يعني. بس هو الناس بتحب الحاجات ديت، الناس ناس طيبه، ناس بتصدق، ناس الساذجه يعني اللي هتصدق الكلام ده. لكن قول لي بقى، اشرح لنا الدوالي الاول، يعني ايه الاسباب بتاعه الدوالي؟ هو اهم اسباب الدوالي عامه بتبقى ضعف في الاورده، تمام. الاورده وظيفتها ان هي تنقل الدم من تحت، من اي حته في جسم الانسان ناحيه القلب، والقلب هيدي اكسجين ويرجعها تاني. فالمفروض ان الاورده بتاعت الساقين فيها صمامات، الضعف في الصمامات ديت بيؤدي ان الدم بيمشي عكس الاتجاه، فده بيؤدي الى اعراض ومضاعفات، من ضمنها طبعا ان احنا بنشوف الدوالي ظاهره على سطح الجلد. اهم الاعراض ديت طبعا ان انت لما بتيجي تقف تلاقي نفسك مش قادر تقف، ورجلك بتبقى تقيله، وبتحس تقف شويه كده تلاقي نفسك تعبان خالص مش قادر تكمل. دي اهم عرض من اعراض الدوالي. لما طبعا تهمل، طبعا اغلب الناس بتهمل في علاجها، بتبدا الحاجات اللي على السطح تبرز، بتقدر مش قادر تمشي اكتر، وبعدين نتيجه الدوالي بيبدا يحصل لك شويه مضاعفات زي الجلطات السطحيه، وبعدين ممكن تعمل برضه جلطات عميقه. وقلنا اللي بيجيله جلطه عميقه ما بيتعالجش خلاص، ما بيبقاش في اي علاج غير شويه ادويه سيوله، وبتفضل الاعراض معاه طول العمر. من الحاجات التانيه برضه بيحصل تلون وتصبغ في الرجل من تحت عند انكل الرجل باللون الاسود،
طبعا ده بيبقى نتيجه ان الضغط الدم في الاورده بيبقى عالي، فالشعيرات بتنفجر وبعدين بيبدا يهرش في المنطقه، لما بيهرش في المنطقه بيبدا يفتح قرح، والقرح دي بيبقى علاجها صعب جدا. حتى لما بتعالج الدولي بعدها، طبعا لما بتعالج الدولي القرح بتقفل، بس بتفضل برضه المنطقه ضعيفه، فلازم تتعالج قبل ما يحصلك على الاقل المضاعفات. اغلب الناس اللي بتيجي في مصر بتيجي تعالج الدولي بتبقى يا دوبك يعني بتبقى غالبا بتزحف على الارض، وهو بيزحف على الارض بيقول لك برضه اعالجها ولا استنى لسه شويه، بيزحف من كتر الالم مش قادر خالص. بيبقى انا مش بحب، انا مش كذا غلطه وقال كذا غلطه وجاي يتعالج بعد كده وما بيتعالجش برضه في الاخر، يقول لك احسن ترجع تاني وبيخاف يتعالج يعني. وبيدي طبعا لنفسه، طبعا اللي بيهمل بيدي لنفسه المبررات ان هو يكمل الاهمال دايما كده، انما اللي بيفهم ده بيخش يتعالج من بدري عاده، انما اللي بيكمل بيوصل للمراحل السيئه ديت بيكمل في اللي هو فيه عاده. لا احنا الناس اللي بتتفرج علينا خلاص بقى عندهم ثقافه وبقوا شاطرين. طبعا عندنا عيله كبيره، عيله الناس الحلوه وعيله الدكتور، عيله كبيره على مستوى الوطن العربي، عيله الناس المثقفه اللي بدات تنشر فكر الثقافي الطبي. هم نفسهم بداوا يبقى يعني الناس حلوه بداوا يبقوا بقى ينشروا بعض، يقولوا لا 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 احنا لازم نعمل كذا، لازم نسوي كذا. طب انا عايز برضو واحنا بنقرب كده اشرح لنا المضاعفات اللي احنا شايفينها، يعني الصور الجميله الحلوه دي. المضاعفات هو اهم حاجه اخر ثلاثه على ايدك اليمين كده، في الصوره اللي هو سي 4 دي، لو 1 2 3 4 اللي هي خامس واحده لو بدانا من ايدنا الشمال، دي بيوري التصبغات اللي بتحصل في الربع التحتاني من الرجل اللي هو حوالين انكل الرجل. وبعدين بيبدا الانسان يهرش، بتوصل لاخر تعمل زي اكزيما كده، وبعدين بتعمل اخر صوره بقى اللي هي القرحه اللي هو الجرح اللي تحت عند العظمه اللي تحت دي، اللي هو بيبقى طبعا بيبقى مؤلم جدا للعيان، والعيان فعلا ما بيقدرش فعلا يقف خالص، وكل ما بيقف كل ما بيتعالجش اكتر. فانا لسه حتى جاي لي مثلا عيان عنده اللي عنده القرحه دي، طول ما انت عندك القرحه لازم فعلا ما تشتغلش، فممكن يقعد مثلا شهرين ثلاثه بعيد عن الشغل. فكنت كتبت العيان كده ان هو ياخد ريست كده، وصاحب الشغل طبعا فاكرني مثلا ايه بقى مزود في فتره الراحه، هو مش قادر يفهم ان فعلا القرحه دي بتبقى مؤلمه جدا، يعني العيان فعلا لو وقف ساعه ولا حاجه بيلاقي نار في رجله، فالقرحه دي فعلا مؤلمه والم رهيب، ولو بتقعد تفتح كمان لو انت هتروح شغلك مثلا ولا حاجه هتقف بتفتح وممكن تاخد نص الرجل مثلا، فبتبقى قفلها بقى موال بعد كده، عشان كده لازم تريح. فلو حد عنده مثلا عامل ولا حاجه جاله قرحه لازم يتفهم برضو الحاجات دي ويساعده، يديله اجازه غصب عنه، هو مش قادر فعلا يقف. ماساه جدا جدا جدا. طب الطرق العلاج بقى، الخطه العلاجيه بتعملوها ازاي؟ بتبنوها ازاي؟ اي واحد عنده دوالي بيشوف طبقه سطحيه، تمام؟ الدوالي مش اللي انت شايفها بس، دي اول نقطه، الدوالي عباره عن اربع طبقات. فانت لو عندك دوالي، لو انت بقى تتكلم بلغه المحترفين او لغه سنه 2021، انت عندك اربع طبقات، طبقه الجلد بس اللي انت شايفها. في طبقه تحت الجلد دي بيبقى فيها اورده مغذيه، دي ما بتبقاش متشافه. فما فيش حد عنده اورده سطحيه ما عندوش اورده في الطبقه اللي هي تحت الجلد دي. ثالث طبقه هي طبقه الاعراض والمضاعفات، اللي هي طبقه الوريد الصافي او اللونج سافنس فين. دي طبقه رئيسيه والعلاج ده لازم يبدا من عندها. الطبقه الرابعه هي بتاعت الاورده الثاقبه. اي واحد عنده دوالي لازم يعمل دوبلر عشان اعمل تشيك على اللونج سافنس فين ده، اشوف فعلا في دوالي او الصمامات بايظه ولا لا. دي اول خطوه. لو الوريد الصافي اللي هو المستوى الثالث ده فيه مشكله، يبقى لازم يتعالج الاول. لما بيتعالج ده الاول، مش معنى كده ان الحاجات اللي في السطح بتختفي. دي نقطه برضو مهمه جدا، عشان في برضو ناس كتيره جدا بتروح لدكتور مش متخصص قوي او مش فاهم الشغلانه قوي، فبيقول انا هكوي لك بقى الوريد الصافي ده في 30 دقيقه فكل السطحي عندك هيختفي. الكلام ده مش صح تماما. انت ما ينفعش تعالج السطحي والوريد الصافي ده فيه مشكله، بس مش معنى ان انت لما بتعالج بقى الوريد الصافي مجرد 20 30% من الحاجات السطحيه بس اللي بتختفي، فانت عاده هيبقى عندك حاجات سطحيه تانية. العلاج بتاع الوريد طبعا الصافي ده، العلاج الحديث بتاعه هو بقسطرة الليزر. العمليات انتهت تماما. اللي يقول لواحد انت قسطرة ليزر ايه وبتاع ايه ودي بترجع، لا، الكلام ده يعني قتل بحثا، واللي بيقول لك كده ده واحد يا اما طبعا بقى كبير قوي يا اما ما عرفش يعمل اي حاجه عن الليزر دي خلاص، فما هياش خلاص تكنولوجيا
مش تكنولوجيا جديده ولا حاجه، دي طبعا مش حاجه لسه احنا لسه بنفاجئ بيها الناس. خلاص اتعمل عليها اتعمل عليها 7000 بحث ب 20000 عيان، زي ما يقول لك اصل انا خالتي ما اعرفش عملت ليزر ورجعت. احنا ماليش دعوه، العلم ما فيش فيه خالات. العلم يعني بعمل 50000 عيان جراحه و 50000 عيان ليزر واشوف مين احسن. الليزر احسن من الجراحه، الموضوع منتهي. اي حد يقول لك غير كده بيضحك عليك. علاج الوريد الصافي ده هو الليزر. عشان بقى الناس في مصر بتيجي متاخر، الحاجات دي القسطره اهي دي فكرتها، تمام؟ ان انت بتدخل شكه ابره، بتدخل فايبر ليزر رفيع، هو الفايبر الابيض اللي فيه علامات دوت، وبنوصله لاخر هو الوريد. هو قسطره يعني فايبر ليزر يعني قسطره ليزر. هو الانبوبه دي هو الوريد، بنوصله لغايه اخر الوريد اعلى الفخذ، وبنقوم مشغلين الليزر وساحبين القسطره بالراحه، فالوريد بيقفل. الوريد بيقفل تماما من غير اي فتحات ومن غير باقل الم ممكن. العمليه المفروض ان هي غالبا بتتعمل ببنج موضعي في اغلب الحالات. الكلام ده في مصر ما بيحصلش. ليه بقى؟ لان العيان بيجي متاخر قوي. لما بتيجي متاخر الحاجات اللي على السطح بتكبر قوي قوي قوي. لما اي الحاجات اللي على السطح لما بتكبر قوي، اللي هي الاورده اللي على السطح بتتسع برضو، بيحصل فيها دوال بشكل مرعب. يبقى اللي جوه الوريد الجواني، اصل الاورده دي عامله يا جماعه زي الانابيب، زي الانابيب بالظبط، كلها واصله ببعض. كلها واصله ببعض. فلو تخيلت ان المجاري اللي فوق السطح دي ضربه، فاللي تحت ضربه جدا يعني بالظبط كده. فلما بتيجي تعمل بقى ليزر، بيبقى الحاجات البارزه اللي اكتر من 2 مللي لازم تتعالج معاها. فجزء مكمل لعلاج الليزر حاجه اسمها سحب اورده. ده بيتعمل بره مثلا في 10% من العيانين، في مصر بيتعمل في 90% من العيانين، تمام؟ علشان كده ما ينفعش تعالج الدوالي في عياده، لان يعني انت في الاخر الدوالي اللي قسطره الليزر لازم في مستشفى، ما بتتعملش في عياده. حاجه غير امنه، وبتبقى ما كملتش علاجك، بتبقى عملت نص الشغل. قسطره الليزر بنسبه 90% بتعمل مع حاجه اسمها سحب اورده، عن طريق فتحات كده ملي او 2 ملي، والاورده الكبيره دي بتتسحب. الاورده السطحيه دي هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يتمسك فيها مشرط، بس بتعمل فتحه 2 ملي فعلا. اللي هو الحاجات السطحيه لما بتكبر قوي دي ولا بينفع فيها حقن ولا بينفع فيها اي حاجه، لو حقنتها بتسيب خطوط بني مكانها، تمام؟ علشان ساعات الناس بتستسهل تعمل ليزر وتقوم حقن حاجه كبيره. الحقن او اي حاجه اللي هو السطحي اللي باين ده، الحقن او الكلاكس او اي حاجه اخرها 2 مللي. ايه الكلاكس؟ الكلاكس اللي هو العلاج الليزر مع الحقن بالتبريد اللي هو للاورده السطحيه. هنشرحه بعد كده، هنشرحه بعد كده. بس في فكره مهمه لازم الناس تبقى فاكراها، ان انت السطحي ده لو كبر عن 2 مللي، لو اتساب وعملت ليزر بس وسبت الكبير، هيحصل لك ارتجاع على طول. وده علاجه اللي هو سحب الاورده، ما تحاولش تعمل اي حاجه. ده المنظر اللي احنا بنشوفه بقى لما بنيجي نعالج بالسونار. القسطره هي موجوده، بندخلها هي الخط الابيض المنور او اللي بيتحرك ده في الصوره، واضح كده. ده بنوصله عند السفنوفيمورال جانكشن، اللي هو الوصله ما بين الوريد الصافي والوريد الفخذي بالظبط كده. وبعدين ده بقى بنحقن بنج موضعي، هو شايفين ابره داخله كده بالراحه جوه السونار، بتحقن زي بنج موضعي حوالين الوريد دوت. وبعدين الخطوه الثانيه بنقوم ساحبين القسطره، والقسطره ده المنظر اللي بنشوفه واحنا شغالين. هو القسطره الخط الابيض اهو، وشايفين الليزر هو زي الفيبر اللي طالع فيه كده، الوريد فعلا بيتكوي وبيقفل قصادنا بالسونار، بتلاقيه قافل تماما، مفيش فيه اي مشكله ولا فيها نسبه الارتجاع اقل من 1%. ما شاء الله ما شاء الله. يبقى احنا فهمنا ان الصافي ناس اهو، هنا مثلا حاله اهي، ده اللي شايفه ده مش وريد الصافي، ده فرع منه، ده اللي لازم يتسحب مع العمليه. يتسحب؟ عايزين نفهم السحب ده بيتعمل بعد الليزر، بعد ما بتعمل الليزر للوريد الداخلي اللي بايظ، بتفتح شويه فتحات كده ميكروسكوبيه 2 مللي مثلا، وبخطاف معين بتقوم مطلع الوريد ده بره. الفتحات دي بتبقى من غير غرز خالص، بيتحط عليها الستيري ستريبس اللي هو البلاستر دوت، تمام؟ لو انت حقنت وريد، لو انت عملت ليزر وسبت ده، هتلاقي الوريد ده زي ما هو. بيجي العيان بعد كده مثلا عامل ليزر بس جاي لك بقى بيعيط، انا اتعالجت مثلا والوريد زي ما هو. طب انت ما اتعالجتش صح، انت رحت لحد مش متخصص. او يجي لك حقنه، لو الوريد ده اتحقن يبقى بتحس ان هو بينشف قوي وبيعمل جلطه سطحيه، وبيقعد شهرين ثلاثه رجلك وجعاك جدا، وبعدين الوجع بيروح بعد شهرين ثلاثه، وبيسيب خط بني مكانه، بيفضل بيرمننت طول العمر ما بيروحش. فما ينفعش تحقن حاجه سطحيه بالحجم دوت. يعني طبعا هنا مثلا في الحاله دي ده برضه ده هيحتاج ليزر ومع سحب اورده،
والفتحات اللي الصغيره دي بعد 3 اشهر ما تبقاش باينه خالص. ليزر للوريد العميق وصاحب اورده للاورده السطحيه تحت مخدر نصفي في مستشفى. طبعا في مستشفى. لا ما حضرتك بتقول طبعا بس اللي احنا بنشوفه ما بيبقاش كده. لا واضح ان يعني ان النهارده انت جاي تقول لي ان في كوارث بتحصل في الفيلد ده. هو كوارث بتحصل في الفيلد علشان كل الكوارث في مصر حتى عامه في المجال الطبي غير متخصصين وانت بتحاول تقلل السعر عشان تبقى منافس. عشان تقلل السعر بتقعد تشيل بقى تشيل قسطره مستعمله، شيل المستشفى، شيل التخدير، شيل السحب، تلاقي في الاخر شلت كل حاجه من العمليه. انت ما تشيل العيان. يا خرب اسوح. يعني انا ممكن اروح قايل مثلا قسطره مستعمله، طب ده في فرصه للعدوى. ما هو القسطره المستعمله دي ثقافه مصريه، يعني اللي بيستخدم قسطره مستعمله بيقول لك انا دي ثقافه، هيقول لك انا دلوقتي العيان هيدفع لي، كل عيان هيدفع ثمن قسطره جديده. لا ده هو ممكن يتعامل معايا، ممكن حد يقول لي مثلا حرام عليك انت يعني هتستخدم قسطره جديده مع كل عيان ده. ده بمبدا يعني اللي هو ايه. طب انت قول للعيان كده مثلا قسطره مستخدمه، قول له كده شوف عيان هيطلع يجري ولا لا. عمر ما عيان هيقبل انه يتحط له اي حاجه مستعمله. طبعا يعني العيان اللي ممكن يقول لك مستعمله ده دماغه بايظه مستحيل هيقبل. ده لو هو ومراته هيقول لك لا يا عم. والله لا، ما هو انت انفكشن، وبعدين انت مش هتعقم، مش منها، من الطريق خلاص. القسطره تعرضت الى بيئه سهل انها تجي لها بكتيريا او فيروس. لا ما ينفعش طبعا ان احنا نقلل من المستهلكات على حساب صحه الناس. صح. طيب احنا دلوقتي ماشيين في الخطه العلاجيه برضو. صح. فانت دلوقتي عالجت الكلام دوت، بتتحرك عادي خالص، بتخرج بعد المستشفى بعدها بساعتين ثلاثه بتتحرك عادي، ممكن ترجع الشغل تاني يوم، بس انا بحب العين يريح له يومين كده. بس انت لو مزنوق تقدر تاخد تشوف شغلك من تاني يوم. بس الحركه عاديه تماما من بعد العلاج ده بساعتين تماما. عندي حاله تانية للاسف بيجي الستات كتير وبرده شباب يعالجها، بس بيجي قبل المصيف. اللي هي الشعيرات السطحيه دي، او قبل الجواز. المفروض يجي بدري، ست اشهر الحالات يعني ده وقتها عشان لما يروح يصيف يبقى رايح تمام. ست اشهر الحالات الصغيره والمتوسطه عشان تضمن تمام. ولو انت في بقى الرجلين اللي هي كلها دوالي ديت، لو انت بقى لو واحده هتتجوز مثلا المفروض قبلها بسنه. سنه عشان تضمن. ما هي ما بتبقاش ضامنه انها تتجوز اساسا. ما هو الجواز بيجي ثانيه، فلازم تبقى مظبطه نفسها. ماشي، لازم لنفسها بقى مش عشان الجواز. بالظبط. ما هو لازم يبقى الكونسيبت كده، ما انت ما تسيبش برضه رجلك كلها. عارف لو واحده متوسطه مثلا هتيجي قبل الجواز بست اشهر هتجيب نتيجه كويسه جدا. بس ما تجيليش تقول لي انا هتجوز بعد اسبوعين مثلا، ولا بعد لو بعد شهرين هتعمل سيشن واحده بس. ده لازم نحطه في الاعتبار طبعا. طبعا ده لازم برضه الثقافه ان انت محتاج ست اشهر عشان تتعالج. هنا مثلا احنا دي الاوضه إيه بتاعتنا بقى اللي احنا فيها. الله. جهاز الليزر اهو، والترابيزه الكهربائيه في النص. وبعدين في جهاز الكولر، وبعدين في جهاز الالترا ساوند. دي اللي بنعمل بيها الحاجات السطحيه. ما بنعملش بيها قسطره ليزر. ممنوع قسطره ليزر تتعمل في العياده ولا راديو. كل حاجه لازم لو هتعملها لازم جوه مستشفى تمام. انما ما تعملش في عياده. في حاجه اسمها امان، في سيفتي، ده فوق يجب اي حاجه. الامان فوق اي اعتبار. لازم ما تعرضش ولا واحد في المليون مقبول. الامان اهم حاجه. دي بنعالج فيها الاورده السطحيه بس. يعني بيها كلاكس، دي اجهزه الكلاكس. هيجي دلوقتي سؤال عن الكلاكس، بس احنا يعني الشعيرات السطحيه دي، علاج الشعيرات حاجه يعني منتشره. يعني الشعيرات موجوده في 40% من الستات و20% من الرجاله. نص الستات يعني تقريبا. نص الستات. علاج الشعيرات دي ناس قليله بتعالجه، وعلاجها اصعب حتى من الاورده الداخليه. ومحتاجه مجهود اكبر. في الحقن العادي، الحقن الرغوي العادي، ده نتائجه متوسطه او معقوله. عيوب الحقن الرغوي العادي انه ساعات بيسيب تسبغات مكان الحاجات المحقونه. العيب التاني ان احنا بنحقن الحاجات السطحيه، فالنتيجه ما بتبقاش، ما بنحقنش الطبقه التانيه بقى اللي انا قلت لحضرتك عليها، اللي هي فيها الاورده المغذيه للسطحيه. اللي هي بتبقى مسؤوله عن الارتجاع. دي ما بتتعالجش في الحقن، ان هي ما بنبقاش شايفينها قوي. احنا بنشوف الطبقه السطحيه بس. الحاجه التانيه ان احنا الكلاكس بيخلينا نعالج الحاجات اللي هتظهر في الكام سنه الجايه كمان، فدي بتبقى برضو بتدي نتيجه ثابته اكتر. فالكلاكس طبعا هو كانه الجيل الاحدث من الحقن. الكلاكس تم اكتشافه في البرازيل
من بروفيسور برازيلي من 15 سنه تمام. بنستخدم فيه شويه حاجات. اول حاجه فيها اللي هو الفين فيور. الفين فيور ده اللي هو الضوء الاخضر ده اللي هو بيوري طبقه الجلد الخارجيه والطبقه اللي هي 7 8 مللي اللي تحت الجلد. هم لقوا ان الاورده السطحيه دي لازم بيبقى ليها اورده مغذيه، عشان كده لما تيجي تعالج السطحي بس بيحصل ارتجاع تمام. لما بنشوف بقى الاورده دي بنديها ليزر الاول مع تبريد زي ما باين عندنا في الفيديو، وبعدين بعد ما بنعمل كده بنحقن برضه. ماده الحقن اللي في الكلاكس ما هياش الماده بتاعت الحقن الرغوي العادي، دي ماده طبيعيه. ميزه ان هي ماده طبيعيه ان انت تقدر تدي منها اي كميات ان انت عايزها. والميزه الثانيه الرائعه بقى ان مفيش منها ولا رياكشن ولا اي رياكشن، ده برضه يعني ممكن حساسيه يعني ساعات تبقى خطر يعني ريبورتد مثلا ان في حالات حصل لها مشاكل من حساسيه ماده الحقن. فدي ماده طبيعيه ما فيش منها اي مشاكل، ما فيش منها اي خطوره، عباره عن جلوكوز عالي التركيز. ده جلوكوز عالي التركيز ما بيعملش حساسيه بالظبط. فده ده حاجه طبيعيه تماما، حاجه موجوده جوه جسم الانسان. بالظبط. فبندي ليزر الاول وبعدين بنحقن اللي هو الجلوكوز عالي التركيز كله طبعا مع تبريد تمام. ده بيعالج دلوقتي بيتعالج دي الشعيرات هي اللي هي الحاجات الخضراء. ده بيكبرها وبيوري الحاجات الداخليه كمان اللي هي المغذيه ليها، المغذيه والحاجات اللي هي برضو موجوده في السبعة 8 مللي اللي تحت واللي هتظهر للعيان خلال السنتين ثلاثه الجايين. في حقن دلوقتي للجلوكوز عالي التركيز بالظبط كده، بعد الليزر بيعمل الحقن بالجلوكوز عالي التركيز. حلو قوي. تبدا تختفي بقى، بتبدا تختفي بعد الكلام دوت 30% 40% بيختفي على طول، وبعدين بعد الجلسه باسبوعين بتبدا الحاجات تختفي بالتدريج لغايه شهرين. العيان في المتوسط بيحتاج جلستين او ثلاثه تمام. احنا دايما يعني بنساعد العيان في الجلسه الثالثه، بنعملها له تقريبا مجانا. حلو قوي، عشان برضه نشجعه ان هو يبقى يوصل للنتيجه المرجوه تمام. النتيجة مرجوة ان يختفي 90% من الحاجات. لو اختفى 90% من الحاجات مش هتشوف اي حاجة باينة الا لو انت بقى جبت مكبر ومققت عينك قوي. يبقى اذا تقنية الكلاكس دي تقنية مركبة. تقنية مركبة وتضمن ان انت هي فكرتها ايه؟ ان انت بتجيب ليزر حديث جدا بويف لينس بتاعته لازم تبقى 10 يعني 1064. الويف لينس ديت هو الليزر عامة طول الموجة طول الموجة 1064. الليزر عامه البيجمنتس هي او الصبغات اللي موجوده في الجسم الانسان هي اللي بتمتصه. فلما بتدي ترانس ديرمر ده بيعدي على الجلد وبعدين بيعدي على الاوعيه الدمويه. عند 1064 ده الامتصاص بتاع الليزر بيبقى بالجلد تقريبا مفيش، انما بيمتصه الهيموجلوبين نفسه. فالصبغه اللي في الدم هي اللي بتمتصه، فده بيكسر الدم وعن طريق الدم حراره الليزر بتيجي لجدار الوريد. طب هي دي فكرته، عشان كده هو امن تماما ما سيبش اي علامات. بس طبعا عيبه طبعا ان هو غالي، بس في الاخر لما بتجيب حاجه غاليه بيبقى فعلا انت في امان تام. ده احدث ليزر ولازم يبقى الويف لينس ديت لازم يبقى 1064 وكلهم طبعا الاجهزه طبعا الكويسه هي الاجهزه الامريكاني. والفين فيور برضه هو كلها تكنولوجيا امريكاني. فين فيور اللي هو بيشوف الاورده بالظبط. هو لو هو شاف الاول حاجات صغيره خالص لما حطينا الفين فيور ده بان ان هي كتير جدا. هو دي فكره الفيديو ان هو بيوريك ان الحاجات بالعين المجرده باينه صغيره، بالفين فيور بيبان حاجات كتيره جدا. طبعا هو بيكبرها عشان كده بتبان لك واضحه اكتر يعني. بالظبط كده. شغل اهو بالجهاز الليزر ثم الحقن بالظبط كده. هو ثم الحقن كل جهاز من دول هم كلهم بيساعدوا بعض. الفين فيور بيشوريني، الليزر بيشتغل لي على اللي انا شفته، والجلوكوز بيكمل بالظبط. كله مع كولينج اللي هو الجهاز اللي على اليمين ده اللي هو غير الليزر، في جهاز كولينج تبريد ده بيطلع هواء من ناقص من 15 لناقص 20 عشان العيان ما يحسش بحاجه. حلو قوي. وما يوجعش العيان ما بيوجعش 90% من الناس. لو حد وجعه بنديله كده حقنه زي تدروخه شويه حقنه مسكنه كده تهدي شويه بالظبط. فده بنديها لبعض الناس المسكنات خفيفه يعني مسكن خفيف كده مش اكتر من كده. الحكايه دي لو العين جه دلوقتي يخلصها يروح يمشي ولا بيمشي ومفيش شراب طبي حتى ولا اي حاجه يعني. حتى الشراب الطبي اللي كان بيتلبس بعد الحقن ده دي ميزه طبعا مهمه. الشراب الطبي ده مقلق تماما للعيان. فدي حتى من ضمن مميزاتها ان مفيش شراب طبي خالص. العيان بياخد بعضه ويمشي، بيحط شويه كريمات كده.
يبقى إذن كلاكس، كلمة كلاكس هو الليزر نفسه ولا الكلاكس؟ كلمة كلاكس يعني كرايو ليزر، يعني كرايو يعني تبريد، وليزر يعني ليزر يعني طبعا ليزر، ليزر بالتبريد وبعدين اند كرايو سكليروثيرابي والحقن بالتبريد، والحقن بالتبريد فالليزر بالتبريد والحقن بالتبريد. دي بقى التقنية اللي بدأت من 15 سنة دلوقتي هي المسيطرة في أغلب السنترز الكبيرة في العالم اللي بتعالج الشعيرات الدموية. هي طبعا هي لأنها حاجة، ده الراجل اللي اخترع التكنيك. يعني طبعا يعني اسمه ايه ده؟ اسمه كوزو ماياكي. كوزو ماياكي هو جنسيته ايه؟ برازيلي بس والده ياباني تايلاندي او ياباني. بس هو ملامحه كلها برازيليه، ما فيهوش اي ملامح شرق اسيويه رغم اسمه يعني. لكن يبدو انه يعني واخد من كل ملامحه من والدته. ماشي، بس المهم ان هو طبعا ده اسم كبير جدا ومهم جدا طبعا في الاوعيه الدمويه، ولازم احنا على فكره من ضمن البوليس بتاعتنا احنا دايما بنطلع العلماء، بنطلع صورهم الموجودين في العالم كله، العلم ملوش جنسيه، فبنطلع كل صور العالم. والكلاكس ده دايما في المؤتمرات بتاعت الاورده دايما ليه سيشنز، والراجل ده بيجي يدي سيشنز معينه ومخصوصه في اكبر المؤتمرات عن الكلاكس. يعني هو ده التكنيك المسيطر في كل الحاجات الدوليه دلوقتي عن الشعيرات، وهو ده العلاج الامثل للشعيرات. الشعيرات طيب نروح للوش بقى. احيانا توجد هذه الشعيرات في الوش، صح كده ولا ايه؟ ده كتير جدا. دي مزعجه قوي. يعني طب كلمني عنها شويه، يعني ليه بتتوجد؟ هل ده تعرض للشمس؟ لا هو برضو ضعف في الشعيرات الدمويه. التعرض للشمس مع شويه ضعف في برضو في الشعيرات بيعمل الخطوط الحمراء. بس في ناس بقى بيبقى عندها ضعف بيطلع لها اللي هو الوريد اللي تحت العين ده مشهور جدا في الستات، وفي وريد بيطلع هنا برضو في الحته دي. طبعا في برضو في القوره هي ده مشهور جدا. وده برضو مشهور ومكمل تحت العين. بيداروه، بيحاولوا يداروه بالمكياج بس ما بيتداراش. بالظبط لونه بيعدي المكياج ابن اللذين. بالظبط. وفي طبعا بقى الاورده الصغيره تبقى عند المناخير، في حاجات عند المناخير، وفي حاجات بتبقى في الخد اللي هي شعيرات حمراء رفيعه. احسن حل الاورده بقى لحاجات الفيس حتى الكبير دوت، ده بيتعمل ليزر بس من غير اي حاجه، بيتعمل ليزر واللي تحت العين ده بيروح على طول خلال يومين ثلاثه. بالكلاكس برضو؟ لا ده مش مستاهل كلاكس. الوش منطقه ما ينفعش نحقن فيها قوي لان برضو الفينز دي بتبقى واصله بالساينوسويدز او باورده كده جوه المخ. فلو حقنت فيها مش هيحصل حاجه، بس زي ما بقول لحضرتك مش مقبول. الافضل ليزر بس. مش مقبول خالص اي حل من الاحوال. يعني ما بناخدش الكلاكس كله، ناخد كلاكس. بالظبط، بناخد الليزر العادي. الليزر عادي. ليه بقى الليزر العادي؟ نقص الكلى زي ما بيقولوا يعني. لو عندك وريد زي دوت في الوش واديته ليزر بس هيروح، بس لو نفس الوريد ده لو اديته ليزر بس في الرجل، لو هو ونفس الحجم ده في الرجل اديته ليزر بس مش هيروح والجلد هيتحرق. لازم يبقى ليزر. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان كل ما بتنزل تحت كل ما ضغط الدم في الاورده بيعلى. عشان كده كل ما بتنزل تحت بتبقى محتاج انرجي اكبر عشان الليزر بس يحرقها. عشان كده الحاجات بتاعت الوش دي بتستجيب جامد جدا للليزر بس، انما لو عملت نفس الوريد بنفس الحجم في الرجل الانرجي هتبقى عاليه وهتحرق الرجل. عشان كده الليزر ما ينفعش. بتشتغل في الوش بطاقه قليله. بطاقه قليله بالظبط. غير ان لما بيبقى البريشر قليل في الفين في الوريد او ضغط الدم قليل في الوريد بيروح اسرع بكتير. فحاجات الوش دي بتروح اسرع وما بيتعلمش خالص، واحسن بكتير ان هي تتعمل بليزر. انما لو عملت ليزر بس في الرجل هتجيب علامه مأساويه. ما تنفعش. هو الكلاكس اللي بينفع. مش معكش امكانيات الكلاكس يبقى الحقن. ما ينفعش تعمل ليزر في الرجل الا للشعيرات الحمراء الرفيعه، عشان بس الناس تبقى عارفه. عشان دلوقتي احنا العياده بقى كلها حروق من ناس عامله في عيادات ليزر بس، اللي هو الجلسه ب 1000 جنيه والجلسه ب 500 جنيه والحاجات ديت. عامل ليزر على حاجات كبيره جدا، حاجات ما راحتش وحروق في الجلد. والعيان يجي يقول لك انا اعمل ايه؟ محتاج تروح لدكتور حروق. طب ايش خلاص محتاج اوعيه دمويه، انت محتاج دكتور حروق. انت رحت لحد يعمل لك حاجه غلط. كان المفروض ان هو يحقن. لو انت ما عندكش تقنيه الكلاكس وانت ممكن بعد 5 سنين هتلاقي تقنيه الكلاكس دي بقت منتشره اكتر في مصر. انما حاليا ما فيش حد بيعملها قوي غيرنا.
انما انت ما ينفعش تعمل ليزر في الرجل على حاجه اكتر من الشعيرات الحمراء الرفيعه، لو كبرت سنه مش هتجيب نتيجه كويسه. لازم 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 الكرايو يدخل، لازم التبريد يدخل، لازم الكرايو ليزر، كرايو سكليروثيرابي اللي هو الكلاكس. لو انت ما عندكش امكانيه الكلاكس يبقى هو الحقن العادي. الكلاكس ده تركيب، حتى سعادتك هتشتغل بليزر وفي نفس الوقت هتبرد بكرايو بالزبط. وهتحقن جلوكوز بالظبط بكرايو وهتبرد بكرايو وهتشوف بالفين فيور عشان تحقن الفيجن. هتشوف ده كله بالفين فيور، ما انت ده كله تحت الفيجن بالظبط، تحت الرؤيه يعني. ده مميزاته ان النتيجه اهم ميزه، النتيجه ثابته بتقعد سنين طويله. الحاجه الثانيه ان مفيش التصبغات اللي بتحصل مع الحقن. التصبغات اللي بتحصل مع الحقن دي بتحصل في 5-10% من العيانين، وفعلا مزعجه لما بتحصل، يعني العيان بيبقى متضايق منها. فلو حد همه قوي المنظر، طبعا هو مفيش وجه مقارنه طبعا بين الحقن الرغوي وبين الكلاكس. ما ينفعش مثلا تقارن توك توك مثلا بطياره، دي حاجه رغوي ده ولا حقن ماده رغويه بالظبط. ده كم بنعمله برضو لسه، بس في الاخر لازم تبقى عارف ان دي ده شريحه وده شريحه، ما تقارنش الاثنين ببعض. الكلاكس احسن طبعا بكتير، بس طبعا عيبه ان انت بتاخد وقت اطول، يعني جلسه الحقن دي تقعد لها 10 دقائق ربع ساعه مثلا، انما جلسه الكلاكس تاخد لها ساعه ساعه ونص، والان بيخلوا جلستين لثلاثه. ليه؟ انت بتعالج كل شعره من دي، بتمشي شعره شعره ووريد وريد، بتدي له ليزر وبتحقنه، فبتاخد لها شويه وقت. ولازم الناس تبقى عارفه ان انت ممكن تاخد جلستين لثلاثه وساعات اربعه لو انت رجلك، في ناس بتبقى رجلها طبعا من اولها لاخرها دوالي، ممكن تحتاج اكتر من كده. ما تحاولش حته ان انا عايز اعمل جلسه واحده وامشي، دي لازم يبقى عندك صبر. انت حاجه سايبه بقالك 20 سنه عايز تيجي يعني تخلصها في نص ساعه الزمن. هي يعني ساعه الزمن الواحد بيقعد ساعه، وهتيجي بعد شهرين تقعد ساعه ثانيه، وهتبقى اغلبها خلص. الثالثه دي هتبقى رتوش يا باشا. الناس بتروح تقعد تستنى بعض على الكافيه بالساعه بالظبط، يعني اعتبرها ماتش كوره، يعني مش قضيه. ده انت ده، وبعدين امنه جدا جدا جدا، والحقيقه الاسم كمان جميل قوي، كلاكس بالظبط. كلاكس نورت، ابدعت، ربنا يخليك. كان هذا الحوار معاك متعه علميه كامله، محاضره كامله عن الفاريكوز فين، عن الدوالي، كل ما يتعلق بيها. صحيح كلاكس كان بطل، وانتوا حفظتوا بقى الكلاكس اللي هو ايه، احفظه لكم تاني. استخدم الليزر مع تبريد للدوالي السطحيه، مع حقن، مع تبريد، صح كده؟ صح كده. يبقى انت ايه، شغال تبريد مرتين، مره ليزر ومره حقن، وفي النهايه بتعمل اربع حاجات متشافه على فين فيور، على رائي او كاشف او ردة. ضيفي العزيز ابدع اكيد في شرحه وتفصيله، وكالعاده شجاعته الجباره يعني اللي احنا واخدين عليها، اللي احنا كده كده برضو عندنا شجاعه جباره. احنا مفيش، احنا يا باشا زي ما بيقولوا ايه، بنتكلم في الحق. والحقيقه انا شايف انه في تقدم كبير جدا في كل المنظومه الصحيه في مصر، وخصوصا في المستشفيات الجامعيه، وخصوصا المستشفيات التعليميه، وخصوصا المستشفيات المركزيه. في جهد كبير جدا بيتعمل. صحيح ان احنا جايين من تاخر كتير حصل في السنوات الماضيه 30 سنه، ما شاء الله في 3-4 سنين اللي فاتوا في تقدم كبير، ولسه اللي جاي احلى. منظومه التامين الصحي القادمه و المبادرات الرائعة اللي بتتعمل في مصر، أعتقد إنها يعني على المستويات العلاجية للسكر، للضغط، إن شاء الله الأوعية الدموية تدخل معانا، للسمنة، للمشاكل العضلية، مرض وهن العضلات، حاجات رائعة جدا. وكل يوم في لبنة بتتحط في جدار التأمين الصحي والرعاية الصحية للمصريين. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الدكتور وليد الدالي، أستاذ مساعد جراحات الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة، استشاري الأسرة العلاجية الطرفية وعلاج القدم السكري، استشاري الأسرة الطرفية وعلاج القدم السكري، وزميل جامعة كيل وكولن بألمانيا، وزميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. نورت الناس الحلوة. ربنا يخليك، ألف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوة. أطلقت شركة نوفارتس فارما بالقاهرة مؤتمراً صحفياً هاماً حضره نخبة من كبار الخبراء والأطباء، تمت فيه مناقشة واستعراض النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من دراسة موناليزا 2، والخاصة بمعدلات البقاء على قيد الحياة
لمريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم. أتى ذلك في إطار التزام نوفارتس برؤيتها المتكاملة في علاج السرطان، والتي تركز بشكل أساسي على إجراء الأبحاث الإكلينيكية في المجالات التي تعاني من نقص الخدمات العلاجية، وذلك لتلبية احتياجات مرضى الأورام التي لم تتم تلبيتها بما يتضمن أبحاث سرطان الثدي الهرموني المتقدم. وقد تناولت هذه الدراسة أثر العلاج الجديد على معدل البقاء على قيد الحياة لمريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم من نوع HR Plus HER2. استعرض خلال المؤتمر عدد من كبار أساتذة وأطباء علاج الأورام وخبراء الرعاية الصحية التأثيرات المحتملة لهذه النتائج المبشرة على المسار العلاجي ورعاية مريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم. هل الأدوية اللي احنا بنديها للسيدات في المراحل المتأخرة للمرض يمكنها أنها تزود نسب الإعاشة، معدلات الحياة بإذن الله؟ الإجابة دائما لازم تكون من خلال دراسات كلينيكية، دراسات سريرية. يعني ما اقدرش أقول أن الدواء ده ممكن يخلي المريضة تعيش فترة زمنية علميا يعني بإذن الله أطول، ولا ما نقدرش نقول إلا من خلال الدراسات. الدراسات دي بتاخد وقت طويل جدا، والحقيقة إحنا إذا السؤال هل في عقارات بتحسن نسبة الإعاشة في المرحلة الرابعة، لأن المرحلة متأخرة، الإجابة أدوية مش كتير اللي بتحسن. السؤال الثاني هل من ضمنهم أدوية في العلاج الهرموني؟ الإجابة في المراحل المتأخرة كخط دفاع أول، الرايبوسايكليب يبدو هو الدواء اللي حسن فترة الإعاشة سواء في السيدات الصغيرات أو في السيدات المسنات، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. بقية الأدوية اللي هي بيماسايكليب وبالبوسايكليب مع رايبوسايكليب في خط الدفاع الثاني، التلاتة حسنوا فترة الإعاشة. فإحنا بالفعل خط الدفاع الأولاني وخط الدفاع الثاني بقى في الوقت الحالي عندنا أدوية تقدر تخلي المريضات يعيشوا فترة زمنية أطول مع فترة ممتازة في التحكم في المرض. العلاج الهرموني في الحالات المبكرة ممكن يتاخد بدل العلاج الكيميائي أو يتاخد بعد العلاج الكيميائي، اللي بيحدد كده هو الطبيب المعالج على ضوء معلومات طبية شوية فنية. إنما في الحالات المتأخرة المرحلة الرابعة، إحنا في الوقت الحالي للسيدات اللي عندهم المرض بيعتمد على هرمون الأنوثة، ففي الوقت الحالي تقريبا ما بنديش علاج كيميائي تقريبا لأكثر من 90% من المرضى، بندي علاج هرموني في الأمور دي. في مصر النهاردة بندي علاج أفضل مما كنا بنعمله في المراكز الحكومية لوزارة الصحة، وده هيعمم على الجامعات وفي كل المستشفيات الحكومية في مصر في سنة 2022، أنه سرطان الثدي في مصر في السيدات اللي بيتعاملوا مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفعل الحالات المبكرة فيهم ازدادت جدا عما كان عليه الحال قبل كده. أن العلم بوكن عام نتيجة دراسات كتيرة بيقدم لنا مزيد من الأدوية الناجحة، مزيد من الأدوية اللي ممكن تخلي الناس تعيش أفضل، تعيش أطول، وتعيش وهي عندها أمل أحسن في الحياة إن شاء الله. الدراسة دي ركزت في المقام الأول على مريضات سرطان الثدي المستقبل للهرمون المرحلة الرابعة اللي هو الانتشاري. المرحلة الرابعة دي هي من أصعب المراحل في علاجها، لأن الورم حصل فيه انتشار، فبيبقى الغرض من العلاج هو أن احنا عايزين نسيطر على المرض أطول فترة ممكنة، وده اللي عملته العيلة دي من العلاجات، أن هي زودت معدل البقاء على الحياة بصورة ملحوظة، سواء في المريضات اللي كانوا صغارين في السن أو الكبار في السن، المريضات اللي كانت عندهم انتشار على مدى واسع أو انتشار محدود. لقينا في جميع المريضات سرطان الثدي الانتشاري كان حصل طفرة في حاجتين: الحاجة الأولانية معدل البقاء على الحياة، الحاجة الثانية في جودة الحياة. لأن الدواء علاج رأس بتأخر في البيت، ما هو زي علاجات تانية محاليل
ملوش المضاعفات السيئة بتاعت علاجات أخرى زي مثلا على سبيل المثال العلاج الكيماوي. المرض نجح برضو أنه يأجل اللجوء للعلاج الكيماوي لكذا سنة في المتوسط أكتر من 4 سنين. الدراسات اللي اتعملت لقيت أن المريضات اللي دخلت في المبادرة الرئاسية سواء من ناحية التشخيص وبعدين بعد كده العلاج، نسب المراحل المتأخرة اللي هي بتبقى المراحل الثالثة والرابعة كانت نص المريضات اللي كانت بنشوفها قبل كده. بمعنى قبل المبادرة كانت نسب المرحلة الثالثة والرابعة في مصر في حدود 50-60%. السيدات اللي تعالجت، واحنا عندنا اكتر من 4000 سيدة اتعالجوا في الفترة اللي فاتت من خلال مبادرة صحة المرأة، دول تم تشخيصهم في المرحلة الثالثة والرابعة بنسبة 29%، يعني الحالات المتأخرة قلت النص باختصار. البروتوكولات الجديدة أولاً هي ما كانتش متاحة بصورة الواسعة دي في القطاع المجاني، القطاع المستشفيات الحكومية، فهي دلوقتي من خلال المبادرة مش دواء بس، لكن في أدوية كتيرة تانية دخلت بقت متاحة بالمجان. ما بقيناش خلاص حاملين هم إن في علاج جديد نزل والسيدة المصرية اللي غير قادرة أو غير مؤمن عليها مش قادرة تاخده، لا دلوقتي ده موجود من خلال برنامج صحة المرأة، برنامج رئاسي صحة المرأة، ومتاح في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وقريب جدا إن شاء الله الأدوية دي هتبقى موجودة كمان في المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام. نوفارتس زي ما بقولك بنعمل دراسات بقالنا سنين طويلة. الدواء اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة الرايبوسايكليب بقالنا موجود في مصر من 2018. اللي جد النهاردة هو ازاي قدرنا نوصل ان احنا نتأكد ان مدة البقاء على قيد الحياة لمريضة سرطان الثدي الانتشاري الهرموني بالطول، ودي حاجة ما كانتش سهلة في المرحلة دي من 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 الورم. النهاردة عندنا دراسة بتقول ان المريضات قاعدين اكتر من 5 سنين بدون رجوع المرض، واللي اهم من ده ان مدة البقاء على قيد الحياة بشكل عام اطول. هي احنا بنشتغل النهارده بقالنا اكتر من سنتين ونص مع الوزاره في اكتر من زاويه، بنشتغل مع بعض في تحت الامبريلا بتاعه صحه المراه والمشروع القومي، بنشتغل على ازاي ندرب الكوادر الطبيه، بنشتغل مع بعض ازاي نعمل مركز اورام مثالي، بنشتغل مع بعض في مشروع ازاي ننهض بالبحث العلمي في مصر وخصوصا في الاورام. بنشتغل حقيقه في جوانب كتير جدا قبل، بالاضافه طبعا لتوفير أحدث الأدوية اللي موجودة في أفضل مراكز الأورام في العالم في أمريكا أو في إنجلترا، إزاي تبقى موجودة للمريضة المصرية في نفس الوقت. السرطان الثدي المنتشر الهدف منه إن إحنا نسيطر على المرض، والهدف منه إن المريضة تحيا حياة طبيعية سليمة بدون التردد على المستشفى بقدر الإمكان، وبدون أي مضاعفات مثل إن هي مثلا لا تستطيع أن تمارس عملها، ولا تستطيع أن تمارس حياتها الزوجية، ولا تستطيع أن تذهب إلى مثلا النادي أو تأكل برا أو تشوف ولادها أو كده. فإحنا نديلها حياة سليمة كويسة، وكمان نسيطر على المرض، هو ده الهدف. أنا عايزاها تعيش مدة أطول بس ما تعيش في حالة سيئة أو تدخل مستشفى أو تكون بتعاني. فالعقار الجديد أو المجموعة الجديدة من العقارات اللي هي بتحبط وبتجهد دورة الخلية، وخاصة أورام الثدي بتبقى الخلية سريعة الانتشار والتكاثر، بتجهد هذا التكاثر. المجموعة دي من الأدوية إذا أضيفت إلى العلاج الهرموني بتحقق نتائج عالية جدا في التحكم في المرض. العيانة ممكن تعيش بمرضها؟ ممكن تعيش بمرضها، ممكن تستمتع بحياتها والبؤرة موجودة في الكبد؟ ممكن، بأن أنا بديها عقار أو دواء الآثار الجانبية بتاعته أقل بكتير من العلاج الكيميائي، وبديها حياة أطول. وفي هذه الحياة الأطول العيانة أو المريضة بتستطيع أن تمارس عملها، تذهب إلى شغلها، تتابع أولادها، وهي دي يعني إيه سبل الحياة أو اللايف ستايل أو الكواليتي أوف لايف.